بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. حلقه يوم الثلاثاء بالتاكيد فيها تفاصيل وفيها موضوعات، ودايما هذه الحلقه تحديدا او في هذا اليوم من الاسبوع بتبقى عندنا تفاصيل مهمه جدا وفقرات ثابته. النهارده بالتاكيد عندنا ثلاث فقرات، والنهارده الفقرات كلها فقرات متنوعه وفيها تفاصيل مهمه بالنسبه للمرحله القادمه. يعني هنتكلم في قضايا بتهم بالتاكيد النادي الاهلي، وهنتكلم في موضوعات الشارع الاهلاوي وجماهير النادي الاهلي بشكل خاص بتهتم بها بالنسبه للمرحله الجايه. صحيح، فيروس كورونا وتاثيره على العالم بشكل عام، وتاثيره على النشاط الرياضي، وتاثيره على مباريات الدوريات وكره القدم، تاثير بالغ للاسف وتاثير صعب جدا بالنسبه للمرحله الجايه. لكن في نفس الوقت بنفكر في حلول، بنشوف سيناريوهات، بنشوف ازاي النادي الاهلي ممكن يخرج من هذه الفتره، على الاقل يقدر يستعد للمرحلة الجاية. خسائر مالية لا قدر الله ما تكونش كبيرة، استعدادات فنية وإدارية على قدر الحدث اللي احنا فيه، إن شاء الله الفترة الجاية هتكون على أفضل وضع. لذلك النهاردة في الفقرات المتنوعة اللي النهاردة معايا، الفقرة الحوارية الأولى هيشرفني وينورني فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ أحمد عويس، وعندنا كلام مهم جدا متعلق بفكرة إلغاء الدوري، فكرة استئناف المسابقة، الحلول اللي احنا طرحناها في أكتر من مرة. لكن الغريب بالنسبه لنا ان في عدد من الانديه طرحت وجهه نظر كانت غريبه شويه وغريبه على العالم كله، لان العالم كله ماشي في سياق مختلف تماما على اللي بيتم طرحه في مصر خلال الفتره الاخيره. ايضا كمان هنتكلم على المسابقات الافريقيه والتصريحات الهامه اللي اعلنها وقالها عبد المنعم باء السكرتير العام بالانابه في الاتحاد الافريقي، وهذه التصريحات تحديدا كان لينا السبق في برنامج الاهلي الليله واعلناها منذ ثلاثه اسابيع عندما تم وفتح مناقشة هذا الموضوع في لجنة الطوارئ خلال الفترة الماضية، عندما تم إعلان موضوع فيروس كورونا وتأثيره على القارة الإفريقية، ومن ثم تأثيره على بعض الدوريات وبعض الدول اللي علقت النشاط ووقفت الدوريات منذ منتصف مارس الماضي. الفقرة الحوارية الثانية هيشرفنا وينهارنا فيها رئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد، وهنلقي الضوء على التجارب الأوروبية، وهذه التجارب الأوروبية إزاي ممكن نطبقها على الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. هنتكلم كمان على فكرة الأرقام، وهنتكلم على فكرة التعويضات اللي ممكن الاتحادات بتشتغل عليها برة، هنتكلم على فكرة الاتحاد الدولي فيفا إزاي بيضع الحلول للجميع، هل ممكن يكون في فترة انتقالات ثالثة الفترة اللي جاية بخلاف الانتقالات الصيفية والانتقالات الشتوية في يناير. كل دي بالتأكيد ملفات هنتكلم فيها مع الأستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كورة. الفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة فقرة الختام مع الذكريات، مع التاريخ، وفي ظل هذا الحاضر وفي ظل المستقبل القادم أكيد الرؤية غير واضحة، فبالتالي فتح كتاب التاريخ وتصفح صفحات تاريخ النادي الأهلي هترسم لنا طريق الحياة خلال الفترة اللي جاية. لذلك في هذه الفقرة هيشرفني وينورني فيها زي كل يوم ثلاث متعودين معايا الأستاذ سعيد وهبة والأستاذ محمد مصطفى، وكلام مهم جدا بقى على فكرة تأسيس النادي الأهلي والموقف المالي للنادي الأهلي وقتها، وإزاي كان لبعض الرؤساء مواقف وطنية مع مصر أكيد كان لهم دور كبير جدا في تأسيس ونشأة النادي الأهلي وتغيير المسمى من النادي الأهلي للرياضة إلى تغيير المسمى من النادي الأهلي للرياضة البدنية. كل دي بالتأكيد تفاصيل هنتكلم فيها النهاردة في برنامج الأهلي ليلة. لكن فقرة الانترو عندي فيها موضوعين، ويمكن طبعا الأخبار مش كتير، يمكن بتتكلم مثلا لو نائب رئيس الاتحاد الدولي أو رئيس اتحاد الكونكاكاف بيتكلم على الدوريات أهم، والأجندة الدولية ممكن ما تستمرش الفترة الجاية ونأجلها ل 2021. لو بنتكلم عن قرارات لرابطة أندية الدوري الأسباني زي الحلول للعودة، ممكن الرابطة تقاضي الاتحاد الأسباني على أنه هو طلع تصريحات على فكرة استئناف النشاط. في أخبار من هذا النوع وأخبار كتيرة، لكن كلها أخبار أوروبية وأخبار عالمية هنعيشها بالتأكيد مع ضيوفي. لكن استوقفني موضوعين في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وفي موضوع ودايما برنامج الأهلي الليلة بيبقى ليه السبق في الحديث في هذه الموضوعات، ودايما بنتكلم بورق. لكن أنا لفت انتباهي حاجة غريبة شوية لما وأشرحها بالمعنى الدارج أو بالمعنى اللي هو البلدي اللي ممكن أي حد في الشارع يسمعنا هيفهمني على طول. لما تحب تطلع عمارة بتطلع سلمة سلمة، أو بتطلع من الدور الأرضي للدور الأول للدور الثاني، طريقك بيبقى واضح ومعروف وسهل. لكن عمرك شفت حد نط من الدور الأرضي للدور الثاني أو طلع من الدور الأول للدور الثالث؟ استحالة. أنا بقول القياس أو التشبيه ده ليه؟ لأن أنا فوجئت بعدد من أعضاء اللجنة الخماسية أو تحديدا دكتور جمال محمد علي طلع في تصريحات خلال اليومين اللي فاتوا بيتكلم على فكرة لائحة شؤون اللاعبين للموسم القادم.
اولا مبدئيا طبعا لسه هتكلم على اللائحه او المنشور القيد اللي اتكلم عليه الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه. اولا هذا القرار او هذا المنشور ما كانش قرار اللجنه الخماسيه، ده بدايه يعني القرار اللي صدر او المنشور اللي اتبعت للانديه في شهر 7/2019 ما كانتش اللجنه الخماسيه جت، بل التوقيع والاختام اللي موجود على منشور القيد كان وقتها للعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره وقتها. فاولا قرار شؤون اللاعبين اللي اتخذ وقتها ما كانش قرار اللجنه الخماسيه. لكن انا لفت لانتباهي في البدايه ان اللجنه الخماسيه بتتكلم على موضوع له علاقه بالموسم القادم واصلا ما وضعوش حلول وسيناريوهات للموسم الحالي. يعني انت رايح تتكلم على الموسم اللي جاي قبل ما تفكر في الموسم ده، طب خلص الموسم الاول وفكر في سيناريوهات المرحله الجايه وازاي هتحل معضله نهايه العقود بالنسبه للاعيبه في 30/6 وازاي تحط حلول مع الانديه الفتره الجايه، تدخل في سيناريوهات وحلول مع الانديه مع اللعيبه في مساله تخفيض الرواتب في الفتره الجايه زي ما كل الاتحادات المعنيه في العالم بتشتغل على ده، وتتكلم في تفاصيل ليها علاقه بالموسم الحالي. نخلص ده الاول ونبدا نتكلم عن الموسم اللي جاي، لان كمان لما نيجي نتكلم على الموسم اللي جاي مش هتكون اللجنه الخماسيه هي اللي موجوده. يعني احنا بنخش في تفاصيل اللجنه الخماسيه لا منوطه بتفاصيلها ولا منوطه بمناقشتها ولا منوطه بوضع بنود او قرارات متعلقه بمسابقات قادمه. فبالتالي الامر برمته بعيد تمام البعد عن اللجنه الخماسيه في التوقيت الحالي. طيب انا هذهب معاك وهتكلم عن القرار، لكن انتقادي للقرار اللي معظم الانديه انتقدته ما كانش قرار اللجنه الخماسيه، باكد على ده. يعني اللجنه الخماسيه انا فوجئت مثلا في احدى المواقع منشور خبر وتصريحات في بعض البرامج من خلال ان احنا هنطبق هذا المنشور من الموسم القادم. خلاص شرحنا وفكره ان الموسم لسه محدش عارف هيبدا امتى ولما نتكلم في الموسم ده وهنخلصه ازاي. لكن انت بتتكلم في منشور قيد مبعوث في شهر 7 العام الماضي من اداره تنفيذيه في وقتها خدت قرار ما كانش تم شرحه للناس، ما كانش تم استطلاع اراء الانديه في هذا الموضوع، وحتى لما تم نشره تفاصيله كلها مش واضحه. هيكون معاكم على الشاشه وهنستعرضه، لان احنا استعرضناه على فكره من اقل من 8 شهور او 9 شهور واتكلمنا فيه وقت ما خرج. لكن ما علينا، اللجنه الخماسيه اتكلمت فيه وهو امر اكيد يعني هي غير منوطه بيه وغير يعني ليس لها علاقه بيه اساسا، لان حتى لما يجي يتطبق الموسم اللي جاي مش هتكون اللجنه موجوده، هتيجي ناس ثانيه عندها استراتيجيه ثانيه، عندها افكار ثانيه، هتسمع الانديه. لكن مثلا انت عايز تعتمد على هذا المنشور وعايز تطبقه، اوكي انا معاك في ده، بس هل انت في هذا المنشور اللي اتخذته الاداره التنفيذيه اللي قبلك هتك الموضحه فيه ايه هو اللي هيتم؟ لا مش موضحه. يعني قالت ايه مثلا في اللاعبين الاجانب؟ ألف يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضي، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من موسم الجديد 2020/2021. أيوة هيتم التقليل كام؟ ما قالش. يعني أنا عندي 4 لاعبين أجانب مثلا، السنة الجاية هيتبقى كام؟ 3 2 1؟ ما قالش. أولا أنا بدي قرار زي ده لو اللجنة الخماسية عايزة بقى تطبق لوائح الفيفا بجد، وهي لجنة معينة من الاتحاد الدولي، ألف بيه لما تشوف منشور زي ده هي ألف بتعدله من نفسها لو حابة يكون لها دور في ده، وأصلا هي المفروض مالهاش دور في ده لأن هي أصلا غير منوطة بمناقشة هذه الموضوعات، هي ليها أدوار تانية الاتحاد الدولي كان كلفها بيها. لكن ما علينا، عدد الأجانب 4 من السنة الجاية يبقوا كام؟ مش محدد في المنشور. أنت هتخليهم 3 ولا 2 ولا 1؟ طب مش في عقود ممضية مع لعيبة تم التعاقد معها من الموسم الحالي أو الموسم الماضي؟ هذه العقود قد تمتد ل3 سنين أو 4 سنين، زي الحارس الأجنبي اللي كان موجود في فترة من الفترات لما اتخذ قرار بعدم استمرار الحارس الأجنبي، قال وقتها الكل يوفق أوضاعه وبعد نهاية مدة العقود مفيش حارس أجنبي ممكن يتم التعاقد معاه أو مفيش حارس أجنبي هيتم استقدامه للدوري المصري. لكن هنا في هذا المنشور أنت عندك تفاصيل فاضية مش واضحة، فما تاخدش بيها القياس وقول ده هطبقه. لا، انت لو عايز تشتغل للصالح العام عدل في ده الاول وبعد كده اقول هنعمل كذا، ده اذا كان ليك الصلاحيه انك تناقش ده. طيب جزئيه ثانيه متعلقه باللاعب الشمال افريقي، قال لك يجوز قيد لاعب واحد فقط فلسطيني او سوري او شمال افريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الاجانب على ان تطبق هذه الماده موسم 2019/2020 فقط ويعامل معامله المصريين. طب اللاعب الفلسطيني او السوري او الشمال افريقي الفتره اللي جايه هتخليهم 2 ولا 3 ولا هتلغيهم؟ طب هل هتقلص عدد الاجانب عشان ترفع عدد الشمال الافريقي او اللاعب الشمال الافريقي يكون 3 4؟ الرؤيه برضو مش واضحه، يعني حتى لما قالوا هنطبق ده انت ما وضحتش رؤيتك في الفتره الجايه. هل هيزيد العدد اللاعب الشمال الافريقي عشان يكون 2 3؟
وتقلص الاجانب فتخليهم الافريقي واحد او اتنين بس. اللائحه او منشور القيد اللي اتبعت في الفتره دي في شهر 7/2019 الموقع من العميد ثروت سويلم ما كانش واضح المعالم ومحدش ناقشه، لان كانت في تغييرات بتحصل في الاتحاد. لكن المفاجاه بالنسبه لي ان يتم طرح هذا الامر من جديد على موسم اساسا محدش عارف هيبدا امتى، لانك اصلا لم تطرح فكره الموسم الحالي كيف ومتى سينتهي. فبندخل نفسنا في ملفات وفي قضايا مش في وقتها، ولما بتتناقش بتطرح بشكل غلط وما بتطرحش بشكل قانوني وما بتتشرحش للانديه وللناس بشكل علمي، وفي النهايه هتكبد الانديه خسائر ماديه كبيره جدا 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 في توقيت اي نادي اساسا بيدور على اي جنيه زياده عشان يقدر يوفر فيه المبالغ اللي ممكن تتصرف الفتره اللي جايه. يعني انت في توقيت مفيش نشاط وتعليق مباريات وفي خسائر متوقعه تاخد قرار زي ده عشان تشوف المرحله الجايه تبقى ازاي، ده انت بتخسر الناس اكتر اكتر، يعني اكتر واكتر. فبالتالي كلام مش مفهوم وكلام مش طبيعي وكلام مش قانوني، واتمنى اللجنه الخماسيه لا تناقش هذا الامر الفتره الجايه وتهتم بكيف ينتهي الموسم ومتى ينتهي الموسم والكيفيه اللي ممكن الموسم ينتهي من خلالها. تترك هذا الامر لمجلس اداره الاتحاد القادم لكي يناقشه مع الانديه. اذا تم انشاء رابطه، الرابطه تناقش هذا الامر مع الانديه، لانه امر يخص الانديه في المقام الاول. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهي متعلقه بالحملات الشرسه والهجوم على القلعه الحمراء وعلى النادي الاهلي في الفتره الاخيره. استوقفني شيء طيب جدا وشيء انا سعدت بيه على المستوى الشخصي، وجماهير النادي الاهلي كانت سعيده بيه بشكل خاص جدا خلال ال 48 ساعه الماضيه. والتكريم او فكره الحديث عن النادي الاهلي بهذا الشكل الاحترافي لما بياتي من مؤسسات اعلاميه خارج مصر بتبقى ليه قيمته، بتبقى ليه مكانته. المؤسسة الإعلامية المحترمة جريدة الاتحاد الإماراتية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تويتر نشرت فيديو كان حديث الجميع خلال الساعات القليلة الماضية. تم طبعا عرضه والناس شافته والناس تبعته، لكن في نفس الوقت القياس بالنسبة لي هنا الفكرة في حد ذاتها. فكرة مؤسسة إعلامية كبيرة في الوطن العربي وفي الخليج وليها بالتأكيد متابعين في مصر، لما تطرح فكرة إزاي القلعة الحمراء من خلال رموزها ورؤسائها لما بيتم مهاجمتهم او النيل من المكانه نفسها مكانه النادي الاهلي، ازاي الرد بيكون بيرد على نفس القياس بتاع المكانه وقيمه هذا النادي العريق. فكره الاسطوره او فكره ان اسطوره النادي الاهلي بتتجدد من خلال رموزه ورؤسائه، ده الحمد لله شيء طبيعي جدا وبيبقى على مدار كل السنوات الماضيه. لكن في النهايه لما بتلاقي مؤسسه اعلاميه محترمه زي جريده الاتحاد الاماراتيه، بنفتخر بالتأكيد لما بتعمل فيديوهات وبتنشر عبر تويتر كلام مهم زي ده، بنسعد بالكلام ده. لذلك أنا معايا على الهاتف دلوقتي من الإمارات العربية المتحدة الناقد الرياضي الأستاذ صبري علي صاحب الفكرة ومؤسس هذه الفكرة، وفيديو كان ليه صدى ورد فعل كبير جدا، وحتى الحساب الرسمي للنادي الأهلي كان عمل له ريتويت وكان فيه متابعة كبيرة جدا من كل وسائل الإعلام ومن كل رواد التواصل الاجتماعي خلال اللحظات القليلة أو الساعات القليلة الماضية. أستاذ صبري مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا محمد عليك وعلى متابعي قناة الأهلي. أولا أنا سعيد بوجودك معايا عبر الهاتف، لأنك أحد الصحفيين والكتاب اللي كنا بنسعد بالتأكيد بوجودك في مصر خلال الفترة الماضية، وكلنا بالتأكيد اتعلمنا منك برضو فترات طويلة جدا لما كنت موجود في مصر، فسعداء بوجودك في الإمارات وليك لمسات ممتازة بصراحة بنشوفها من خلال جريدة الاتحاد. الله يكرمك يا محمد واشكرك على الكلام الجميل ده، وانا بسعد ان اكون موجود معاك في قناه الاهلي. طيب اولا هما سؤالين مهمين جدا في هذا الشان، الفيديو الناس كلها شافته من امبارح وهو رئيس الاهلي المصري اسطوره تتجدد الحملات الشرسه وخدمه القلعه الحمراء. الفكره في حد ذاتها وردود الافعال اللي جت على مؤسسه الاتحاد او اللي شافوها المسؤولين في مؤسسه الاتحاد الاماراتيه بعد عرض هذا الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، وبالتاكيد كانت في نسبه ريتويت عاليه ومشاهده عاليه جدا خلال ال 24 ساعه الماضيه. والله يا محمد في البدايه هو طبعا يعني الكلام على الكابتن محمود الخطيب كلاعب او كصوره تاريخيه موجوده في الكره المصريه لا يمكن ابدا حد هيقلل منها او يضيف فيها ابدا شيء، مهما انا قلت او حد ثاني غيري قال مفيش ابدا حد يقدر ينكر قيمه محمود الخطيب كلاعب كوره سابق واسطوره من اساطير كره القدم المصريه، ده امر مفروغ منه. الفكره كانت ان ازاي الشخص ده او الانسان ده
في الظروف دي يتحمل كل الضغوط دي وكل الانتقادات الشديده دي وكل الحملات الممنهجه دي، وهو عنده ثبات انفعالي بالشكل ده، وهو عنده ضبط نفس بالشكل ده. كابتن الخطيب لو حب يتكلم هيتفتح له مليون نافذه من كلام، كل اي حد في الدنيا يتمنى ان الكابتن الخطيب يطلع معاه ولو 10 ثواني يقول اي جمله. ومع ذلك الراجل ده عنده كل القدرات دي او المنافذ دي اللي يقدر يتكلم من خلالها. عمرنا ما سمعنا تصريح، عمرنا ما رد على حد، عمرنا ما رد على اي اتهام او انتقاد، عمرنا ما شفنا شغل باله باي حاجه اتقالت ضده او ضد حتى النادي الاهلي. النادي الاهلي بيترك ولاده يردوا عليه من خلال منافذ شرعيه محترمه مهذبه بالصوت والصوره بالدليل بالرقم، ده في جانب ثاني. لكن اي حد بيمس شخص زي الكابتن محمود الخطيب ما تسمعش ابدا ان طلع يرد عليه، لا في صحيفه ولا في موقع ولا في قناه مهما كانت الطرق كلها ميسره لذلك. فده كانت ظاهره مفيده جدا. انا يمكن لما جت الفكره في دماغي وعرضتها على الاستاذ محمد البدر رئيس القسم الرياضي في جريده الاتحاد، رحب جدا وقلت له ان ده هنقول عليه جيبه اسطوره الصمت والصبر. الراجل ده زي ما كان اسطوره وهو لاعب كمان اسطوره وهو رئيس النادي، بس بانجازات او بعمله الدؤوب لخدمه النادي وبتعب جماهير القلعه الحمراء. تمام. جماهير كبيره منتشره في كل الدنيا، لكن كمان هو اسطوره في ازاي عامل ضبط النفس ده، ازاي طيب. هو قادر يتحمل كل ده بدون ما يرد. هو بجد اسطوره تتجسد على الارض في ان الواحد ازاي. انا نفسي اتعلمت من هذا الانسان كيف اتعلم ضبط النفس، كيف اكون ان انا لا اواجه الاساءه بالاساءه. بجد درس كبير جدا لكل الناس واولهم انا شخصيا، وده كان فكره الفيديو جت من هذا المنطلق يعني. تمام. رد الفعل بقى على المؤسسه من خلال تداول هذا الفيديو خلال الساعات الماضيه، واعتقد ده من اعلى الفيديوهات تداولا ومتابعه ومشاهده خلال الساعات القليله الماضيه يا استاذ صبري. والله يا محمد رد الافعال كانت بقيمه كابتن محمود الخطيب. احنا شفناه الناس هنا طبعا الحمد لله رب العالمين في مؤسسه ابو ظبي الاعلام في جريده الاتحاد شافوا، وانا تلقيت اتصالات كتير جدا، عدد كبير جدا من الاتصالات من مصريين مقيمين هنا في الامارات ومن اصدقائنا في مصر ومن طبعا زمايلنا في المؤسسات في رصد الاعلام الاماراتي، استفادات كبيره جدا. وان احنا قلنا كلمه حق، هي كانت الفكره كلها ان احنا بنشوف الكابتن الخطيب ان فكره ان انت بتقول كلمه حق في حق يعني شخص هو مش عايز يدافع عن نفسه، فكانت لازم تيجي حد من جهه محايده يطلع يدافع عن القيمه دي وعن الرمز ده وعن الطريقه اللي بيتعامل فيها الاستاذ ده النادر جدا والفريد. انا مش شايفه في اي قياده رياضيه او غير رياضيه ان في حد بيتعرض لهذا الكم ويرفض الرد ويترفع عن الرد. فكان ده قيمه الحدث والناس كلها حست بيه هنا. الناس حتى الشخصيات الرياضيه الاماراتيه كانت يعني عبرت بشكل كبير جدا عن حبها، والتعليقات الكبيره اللي جت على الفيديو شفناها كلنا وتابعنا. كان اكيد رد افعال مميزه بشكل كبير، كانت يعني بتوازي قيمه الكابتن محمود الخطيب الكبيره اللي احنا مهما كان ان احنا لو عرضنا فيديو هو 90 دقيقه او 90 ثانيه او اقل، لا هو الكابتن الخطيب محتاج 90 سنه عشان نقعد نتكلم عنه بشكل يستحق يعني. استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه ومؤسسه الاتحاد الاماراتيه المؤسسه الاعلاميه المحترمه الكبيره في الوطن العربي وفي الخليج، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه التفاصيل. وانا كنت مهتم جدا بتفاصيل الفكره وردود الافعال خاصه في مؤسسه ابو ظبي للاعلام وكل المسؤولين بالتاكيد في الامارات والجماهير المصريه بالتاكيد اللي بتتابع هذا الحساب، لان دايما جريده الاتحاد الاماراتيه خلال التوقيت الحالي بتستغل توقف النشاط وموضوع فيروس كورونا وعاملة حالة طيبة جدا عبر موقع تويتر، وعاملة فيديوهات بصراحة مميزة سواء على المستوى المحلي في داخل الإمارات على المستوى العربي وتأثيرها في بعض الأفكار اللي بتطرح بالنسبة للدول العربية، وأيضا كمان في رصدها لما يحدث في أوروبا وكل دول العالم. بشكر بالتأكيد أستاذ صبري على هذه الإطلالة وعلى كل هذه المعلومات من خلال شرح تفصيلي لفكرة الفيديو المهم جدا اللي تم طرحه، رئيس الأهلي المصري أسطورة تتجدد خلال الفترة القادمة. بالتأكيد فقرة كانت مهمة جدا، فقرة الأخبار كان عندنا موضوعات مهمة لازم نرصدها ونتكلم فيها مع كل متابعينا، لكن نبدأ بقى فقراتنا الحوارية وعندنا تفاصيل النهاردة. وقلت لكم النهاردة حلقتنا يوم الثلاث تحديدا حلقة دسمة وفيها تفاصيل وفيها عناوين مهمة جدا، ودايما بنشتغل على عقلية المشاهد وإزاي يكون لنا دور إيجابي في توعية المشاهد وزيادة ثقافة المشاهد المصري والعربي، وبالتأكيد جماهير النادي الأهلي بتهمنا في المقام الأول والمقام الخاص. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهلي الليلة مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد أويس.
اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين معانا كل يوم ثلاث بينورنا وبيشرفنا الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد عويس. ابو حميد ازيك واخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا محمد. و الاخبار زي ما احنا في البيت، مفيش اي جديد. الاحداث صعبه جدا الفتره طبعا ديت. ويا رب بس تعدي الايام اللي جايه على خير وندخل شهر رمضان والدنيا تبقى افضل، يعني لانه خلاص احنا فاضل اقل من 10 ايام على رمضان و باذن الله الدنيا ربنا يكرم ان شاء الله وتعدي على خير باذن الله. طيب الاحداث الرياضيه في مصر رغم ان مفيش مباريات رسميه وحتى ولا مباريات وديه ولا تدريبات، لكن دايما في حديث على موضوع الموسم، الغاء الموسم، استكمال الموسم، سيناريوهات الفتره الجايه ايه. على المستوى الرسمي مفيش كلام، لكن على المستوى الودي ابتدت الانديه ابتدت تتكلم، بس بتتكلم في اطار عكس العالم كله ما شغال. اولا الملف ده شايفه ازاي، وخلال الاسبوع برضه مارسته ايه اللي تابعته وشفته ازاي؟ خلينا نقول ان في بارقه امل تصريحات الاستاذ عمرو الجناني رئيس اللجنه الخماسيه لجنه التطبيع، قال انه بيتمنى استكمال الموسم وانه الغاء الموسم ده اخر قرار هياخدوه. هم عندهم اكتر من سيناريو لاستكمال الموسم. تمام. واعتقد دي بارقه امل بعيدا عن كل اللي هابط واللي هي اللي بينافس على الهبوط واللي بيدور على حاجه تنقذه سواء في الدرجه الاولى او في الدرجه الثانيه. لان الحقيقه شفت حوار برضو لرؤساء انديه في الدرجه الثانيه زي الاستاذ طارق سعيد رئيس نادي الترسانه، الحقيقه انه بدل ما يدور على نادي الترسانه الاسم العريق الكبير اللي حقق بطولات كتير جدا، بيدور دلوقتي على سنه من الهبوط للدرجه الثالثه بقرار اداري وهو الغاء الموسم، مش بانه الترسانه يرجع الترسانه تاني. فالحقيقه حاجه محزنه جدا. خلينا نقول انه كله يبحث عن ليلى زي ما بيقولوا، وكله بيدور على فكره الغاء المسابقه عشان مقارب اخرى. الحقيقه انه ده مش في الرياضه، لانك اولا الرياضه اساسها المنافسه وان انت تكسب بمجهودك مش بقرار اداري او تستنى كارثه تحصل في العالم او في البلد عشان تقول لا يلا نلغي الدوري. لازم يكون عندك القدره على اثبات نفسك في الملعب، لانك لو حتى لو قعدت السنه دي بقرار اداري السنه الجايه هتنزل درجه ثانيه لانك ما لا عملت ولا بنيت ولا. ولكن الحقيقه خلينا نروح نقول للناس دي اللي عايز تلغي الموسم، انت هتجيب مصاريفك منين؟ يعني انت هتعمل ايه؟ الدوري لو اتلغى هيبقى زيرو. هتحسبها ازاي؟ زيرو. كل شركات الرعايه واللي دفعت فلوس في رعايه للموسم هتتعامل معاه لانه زيرو. طب انت هتعمل ايه مع لعيبتك اللي لعبت 17 اسبوع او 18 اسبوع؟ هتقول لهم معلش انتوا ما لعبتوش حاجه، خلاص معلش احنا اسفين الموسم ده مش هتحسب؟ طب الفيفا ما قالش كده. الفيفا قالت يعني لو الفيفا قرر ان الموسم يكمل، فالموسم كمل في العالم كله واتلغى في مصر، احنا هنعمل ايه؟ خلاص يعني الفيفا قرر ان الموسم هيكمل، فالموسم هيتلعب كوره، خلاص هيكمل كوره، انت ما كملتش هتاخد من اللعيب ايه؟ هيقول لك انا مالي، انت كنت كملت الموسم. هل تتوقع ان الناس حاسباها بالورقه والقلم خالص، ولا شافت وضعها في الجدول فبتفكر على اساس لا طبعا كله بيفكر على وضعه في الجدول. هو في حد في الدنيا خسارته ماديا اكتر من خسارته لو الموسم، خسارته على كل المستويات اكبر من خسارته من لو طلع ثالث او طلع رابع او طلع خامس او نزل درجه ثانيه او نزل درجه ثانيه. الموضوع ملوش علاقه خالص. الموضوع ليه علاقه بان انت الموسم ده هيتشال كده، يعني هيتشال من حساباتك الاقتصاديه. انت عندك مصروفات مفيش اي ايرادات داخل البلد للنادي، اسف للنادي مفيش ايرادات داخل النادي، فانت هتعمل ايه؟ كل الكلام اللي حصل هو مصروفات بس، هتجيب الفرق ده فين؟ وده هينعكس ايضا كمان مين؟ على الموسم اللي جاي، على كل الالعاب وعلى كل الدنيا. لا والموسم اللي جاي كمان هيبقى فيه نفس الخسائر طبعا. فانت فالحقيقه انه الناس بتفكر في العالم كله للموضوع اقتصادي بحت. يعني الموضوع من اوله لاخره اقتصادي بحت. عارف انت لو مفيش عقود رعايه ومفيش عقود بس تلفزيوني وكان العالم كله لغى الدوري امبارح. صح، يعني كان العالم كله لغى الدوري امبارح الا احنا هنا. مش فارق معانا الفلوس، واضح ان الانديه اغنيه جدا. وبعدين تلاقي كل الانديه بتشتكي من قله الموارد وان هي مش لاقيه تقبض اللعيبه وان هي، طب يا جماعه ما هو انتوا الموارد هتيجي لما الدوري يكمل عشان شركات الرعايه والماضيه معاكم عقود رعايه هترجع لكم الفلوس وهتدي لكم فلوسكم. تمام. فلما تلغي انت الدوري ايه اللي هيحصل بقى؟ مفيش حاجه خالص. خالص نهائي. خالص. بل بالعكس انت سهل جدا وقتها اي شركه رعايه او اي فلوس دخلت لك قبل كده هيقول لك انت خلاص انتهى. ليه الحق؟ لا ده لو في حد دفع مقدم مثلا ليه الحق انه يقاضي وياخد يسترد الاموال اللي دفعت؟ هو هيقول لك كل ده من السنه اللي جايه. انا ما اعرفكش. لان الموسم حتى لو اتلعب فيه 18 مباراه هيتعامل معاه لانه زيرو. مظبوط. لانه لم ينتهي، لانك هو اصل هي منتج بيتباع لاكثر من جهه. اول جهه فيه
في البيع هي النادي. تمام. واخر جهه فيه في التحصيل هي النادي. النادي. فانت في التحصيل هيبقى عندك مشكله. صح. في البيع انت عندك مشكله، يعني في المرحلتين انت عندك مشكله. فالحقيقه الموضوع فكره نلغي الدوري الحقيقه ما يعني. وعارف كمان يا ابو حميد، انت خسارتك السنه دي لا قدر الله لو الدوري ما استكملش وقررت انك تلغي، مثلا نفترض خسارتك مثلا 100 مليون جنيه. ما هو للاسف احنا ما عندناش ارقام نقف ونتكلم عليها، ده عكس العالم كله. بس نفترض مثلا 100 مليون جنيه، السنه الجايه هتحاول تعوض الخساره بتاعت ال 100 مليون. هل هتقدر تجيب ال 100 مليون بعد موسم ما اتلغى؟ لا، انت محتاج، انت لو جبت ثلثهم محتاج 3 4 مواسم عشان تبدا تقف على رجلك تاني وتبني من اول وجديد اقتصاد موسم ضاع. يعني انت عندك لو عقد الرعايه 3 سنين هفيهم سنه وقعت، لا وسنه وقعت انت صرفت فيها مش ما صرفتش فيها، يا دفعت عقود لعيبه، دفعت عقود مدربين، دفعت فلوس صرفت فلوس كتير قوي بالزبط. وما خدتش جنيه. فالحقيقه لا، هتعوض ده بقى امتى؟ في كام سنه بعد كده؟ لا مش هتعوض. مش هتعرف. لا ومش هتلحق. اذا كان ممكن الفرق الكبيره عشان بتحقق بطولات، عشان عقود رعايتها كبيره، فممكن سهل جدا ان هي في 3 4 سنين تحقق ترجع ده. الفرق الصغيره اللي هي اللي هم بيطالبوا بالالغاء، اللي هم بيطالبوا بالالغاء، اللي هو عقده 3 مليون و4 مليون، ده هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ فالحقيقه الموضوع صعب. مفيش منطق اعتقد بيتكلموا بيه خالص. يعني حتى لو في رؤيه او فكره عايز تساعدهم في الفكره اللي بتتقال، انا مش شايف اي منطق بيتقال. لا هو المنطق ان هو ما ينزلش درجه ثانيه بس، واللي في الدرجه الثانيه ما ينزلش درجه ثالثه، واللي في الدرجه الثالثه ما ينزلش درجه رابعه، رغم ان لو خسر فلوس السنه الجايه ممكن ينزل درجه ثانيه لانه مش هيبقى معاه موارد. ايوه يصرف. انا بقول لك هو السنه الجايه هيحصل نفس الوقت. ما هو اللي حصل له السنه دي هيحصل له السنه الجايه، لان هو كده ما بيصرفش. يعني مش عايزين نقول لحد معين، لانه يعني فكره انه الانديه دلوقتي طول الوقت تلاقي انديه طالعه تقول هنلغي الدوري. تلغي ليه يا عم؟ ده انا شايف ان في نادي او اتنين بيحاولوا يعملوا تجمع، وانديه كلها تتكاتل وتتكلم مع بعضها وتبلغ الاتحاد. لا ما هو المفروض يعني فكره الرؤيه كمان بقت رؤيه اشمل، يعني النادي لو له وجهه نظر بقت مجموعه انديه بتحاول تجمع وجهه نظر. خلينا نكون واضحين، قرار عوده الدوري قرار دوله. تمام. لو الدوري قررت الدوري يرجع والمسابقه تستكمل، هتستكمل غصبا عن عين التخين. لان لو الظروف رجعت ان شاء الله باذن الله والبلد ان شاء الله استقرت، جزء منها عوده الحال طبيعتها، فعوده الحال طبيعتها وعوده كره القدم لطبيعتها من اول وجديد. صح. عشان تبدا البلد تتحرك تاني. كده تلعب من غير جمهور يا محمد، يعني انت اصلا بتلعب من غير جمهور. النقطه اللي بره العالم كله هيبدا يشتغل عليها، انت اصلا واخدها، انت اصلا قرار انت واخده، انت بقالك 4 5 سنين بتلعب من غير جمهور. فانت ما عندكش مشكله خالص موضوع الجمهور ولا التوقيت. فكره التامين سهله جدا، تامن الماتشات والتدريبات. فالحقيقه وفي مقترحات كتير جدا العالم كله بيناقشها، ممكن تاخد مقترح منهم او حاجه منهم وتشتغل عليه. ما استغربتش انك تلاقي حتى نادي او اتنين يطلعوا بمقترحات لاستكمال الدوري؟ ما لقيتش الحقيقه. ما غريبه يعني، مفاجاه بصراحه. مش لاقي حتى حد قرر يناقش الاتحاد، حد قرر يبعت للاتحاد يقول له يا جماعه احنا عندنا مقترح ان احنا الدوري يرجع بواحد اتنين تلاته اربعه، طب ايه رايكم؟ انتوا عندكم مقترح ايه؟ طب احنا دلوقتي عايزين لعيبتنا ترجع تبدا فتره اعداد عشان الدوري هيرجع، فهيرجع المقترح امتى عشان ابدا اعمل له برنامج اعداد بدني عشان يستقر، عشان ابدا اتفق على ماتشات وديه هلعبها فين، عشان ابدا احجز ملاعب تدريب. لو كنتوا هتعملوا فكره الكامب اللي العالم كله بيفكر فيها دلوقتي، ان انت تلعب في حته معينه وتقفل في مكان معين، تقفل عليه على الفرق كلها وتلعب فيه، وملعب ممكن تلاقي فيه ماتشات من 12 الدور للساعه 8 بالليل. الموضوع بسيط جدا. بس هو الحقيقه ما حدش بيفكر يلا نلغي الدوري عشان في 5 6 فرق ينزلوا درجه ثانيه، عشان اضمن ان انا مكمل السنه الجايه في الدوري الممتاز، رغم انك ممكن تنزل برضه بسبب ان مفيش موارد. اصل انت الموسم الجاي هتبداوا من اول وجديد، وبعدين هل انت هتجيب لعيبه من بره؟ يعني هتخترع الذره، هتجيب ميسي يلعب معاك عشان يخليك تقعد في الدرجه الاولى؟ وهو في سؤال كمان بديهي، لو انت بتفكر مثلا يعني عايز تلغي الدوري وتبدا السيزون الجاي بشكل مختلف شويه بجديد في شهر 9 اللي جاي، طب ما انت طالما بدات الدوري في شهر 9 اللي جاي، طب ما تستكمل المسابقه اللي انت فيها الاول. لا ما يعني طالما الحياه سمحت انك ممكن تستأنف او تبدا الدوري الجديد من 9، مفيش عقل. يعني مفيش عقل. وبعدين فكره اصل احنا الدوري خلاص، يعني احنا على فكره هو محدش واخد باله ان الدوري ده نفسه وقف 55 يوم عشان لعيب مصاب، عشان ماتش الاهلي والزمالك والاهلي والجونه. طب تتكلم على اللي حصل السنه دي؟ الدوري اصل الموسم الماضي يعني وقفنا. لا الموسم ده يعني الموسم ده نفسه تمام، وقف 55 يوم عشان اندر 23 في بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وعشان مشكله ماتش الاهلي والزمالك. حقيقي 55 يوم، احنا لحد دلوقتي ما وقفناش 55 يوم على فكره. الدوري وقف في اخر مباراه اتلعبت في مارس تقريبا، نص مارس. احنا بنتكلم، احنا النهارده نص ابريل، شهر 30 يوم لسه فاضل لك 25 يوم عشان تقف نفس الوقفه اللي وقفتها في 11. برافو عليك، ما حدش خد باله من النقطه دي على فكره. انت الدوري ده نفسه 55 يوم فعلا. يعني يا جماعه ما حدش يجي يقول لي اصل احنا ما بنوقفش الدوري،
الدوري السنه اللي فاتت خلصان في نص اغسطس، الدوري السنه اللي قبلها احنا في دوري عندنا خلص في نوفمبر يا جماعه. يعني ما يعني ما تحسسنوش ان احنا الدوري في دوري اتلعب سنه ميلاديه الا يوم. يعني في يا لا ما حدش يجي يفهمني ان احنا الدوري بتاعنا احنا الدوري بتاعنا ده العادي بتاعه يعني. ده العادي بتاعه. يعني احنا فاتت وقفنا من 2/6 لحد 28/7 والسنه دي وقفنا من نص اكتوبر لحد اخر نوفمبر. ها وبعدين ايه بقى؟ يعني ايه بقى؟ ايه بقى؟ ما جا يعني يعني ما جبناش الموسم ده نفسه وقف 55 يوم. يعني الموسم ده اللي هو كابتن حسام البدر بعد كده اشتكى وقال لك يا جماعه اصل انا ايقاف الدوري ده اضرب الدوري اضرب منتخب مصر فانا عايز اوقف الدوري تاني. فالحقيقه يعني ما كلام مش منطقي ولا مش منطق ولا في عقل ولا في اي حاجه. انت بتتكلم كل واحد بيتكلم مزاجه ولا الهوى. طيب المسابقه المفروض حسب القرارات الرسميه متوقفه لغايه 30 ابريل. شهر رمضان داخل علينا باذن الله يا رب يكون ايام مفترجه الفتره الجايه يا رب باذن الله والموضوع ده ينتهي على خير. عندك بعد رمضان تتكلم من 23/5 او 25/5 لو التوقيت ده هتفكر تستأنف في المسابقه لو دخلت على اول 6 لو دخلت على نص 6 المسابقه ممكن تخلص في خلال مده قد ايه؟ شهر ونص يا محمد. شهر ونص مع اولا كل الالتزامات الدوليه وقفت وترحلت كلها ومش هتتلعب قبل شهر 9 وحتى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هيتلعبوا في 7 مثلا او في اخر 6 هنتكلم عليه لان احنا كنا سبقنا اتكلمنا فيه من فتره هيتلعب وهيتلعب انا اعتقد انه بنسبه 90% خلاص رايحين لفكره ان هو هيتلعب دوره مجمعه يعني هنتناقش يعني استعجلش. يعني المهم يعني تمام هم لسه مستنيين عليه فانت لو لعبت انت عندك فاضل 17 مباراه تمام لو لعبت كل 3 ايام ماتش زي ما بتلعب العادي جدا كل 3 ايام ماتش 51 يوم خلاص لا يا عم شهرين هتخلص نص اغسطس نفس نهايه الموسم اللي فات. طب في راي يقول لك لا ده انا لازم اخلص الدور الثاني في 3 شهور مش في شهرين ليه؟ مساحات زمنيه ما بين الماتشات لان هيبقى الوقت ضيق جدا من كل ماتش والتاني. ليه؟ ايه المساحات ليه؟ رؤيه في رؤيه اتقالت رؤيه ما انت زمان الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا كل ثلاث ايام هنا في الدوري ده العادي يعني. ما في رؤيه اتقالت لك انا لو هلعب الدوري من تاني وهستأنفه من تاني محتاج شهر اعداد. الدوري الاسباني والدوري الانجليزي بيطرحين فكره ان الاول ماتش كل 48 ساعه. وقالوا لا 48 ساعه معلش هنلعب كل 72 ساعه. فانت يعني المفروض هتلعب كل 72 ساعه. انت الطبيعي بتلعب كل 72 ساعه مظبوط عندك 30 عندك 25 لاعب وعندك 21 سنه والفرق الكبيره لازم العب. طيب هل تتفق معايا ان اتحاد الكوره تاخيره في وضع سيناريوهات والحديث مع الانديه هو اللي ادى المساحه للبعض انه يفكر في الالغاء ويفكر للمصلحه الشخصيه؟ بص انا وجهه نظري ان الاتحاد عنده رؤيه. انا من حلقه عنده رؤيه لكن مش معلنه لازم يعلنها. هو ده بقى اللي احنا بنقول لازم يبدا يتفاوض او يبدا يقول يا جماعه لا احنا عندنا سيناريوهات حطيناها وانه ده السيناريو الاولاني وده السيناريو الثاني بس هو خايف يطلع سيناريو فيبدا يظهر حاجه ثانيه فالناس تمسك يعني مثلا خايف يقول ايه انا هرجع الدوري نص 6 فيجي مثلا تحصل ظروف فيتاجل لاخر 6 فالناس تقول لك هوب سيناريو ثاني ما لا تيجي ده تقول لك هوب الناس بقى اللي هي عماله تعيط عشان الدوري يتلغي دي لا هوب انت قلت نص 6 الدوري هيرجع ماليش فيه مش هلعب. بس هو ساعتها لما يجي يعلن مش هيعلن سيناريو واحد هيقول في حاله استئناف النشاط منتصف مايو هبدا الدوري نص 6 انا قلت في حاله كذا يبقى كذا. انا قلت الكلام ده ان انت لازم تحط اكتر من سيناريو وتقوله عشان محدش يمسك في سيناريو يقول لك هو ده القرار بالظبط. فهم انا ما اعرفش هم متاخرين ليه بس اعتقد ان هم بيدرسوا ده واتمنى ان يخرجوا للناس ويقولوا الكلام ده لان الموضوع طولت الموضوع طول ولازم يبقى فيه رؤيه عشان ما يسيبوش الساحه كده لاي حد بيشوط فيها. يعني كمان الرؤيه مش فكره استئناف المسابقه الرؤيه كمان في فكره العقود اللعيبه لازم اللعيبه كمان على المستوى الشخصي كل لاعب يبقى عارف موقفه لما الموسم ينتهي 30/6 بالنسبه له او العقد بتاعه 30/6 الاتحاد هيبقى موقفه ايه خلاص ما هو الفيفا قال بس ادى مساحه لكل اتحاد. بالمناسبه احنا عندنا الاتحاد بتاعنا كل سنه شغالين كده يعني يعني احنا كل سنه العقود بتخلص 30/6 وبنقعد نلعب لحد 9 عادي يعني لغايه 9 اوكي انا متفق معاك بس الفيفا قال لك ايه؟ قال لك التوصيه انك لو دخلت في فترات القيد لغايه يناير الاولويه لنهايه الموسم والعقد القديم اوكي. جه الاتحاد التونسي طبعا التوصيه الاساسيه موجوده بس جه الاتحاد التونسي قال لك ايه اوكي انا بالنسبه لي ده ما عنديش فيه مشكله بس بحد اقصى 30/11 لو الموسم لسه ما انتهاش اللعيبه خلاص هيبقى العقد بتاعه انتهى. فهمت قصدي؟ هي الفكره بس تحط اولويه او تحط تفاصيل العلاقه التعاقديه ما بين النادي واللاعب. الموسم لو وصل ل 30/11 ما فيش موسم يوصل ل 30/11 يعني اعتقد انه لو الفيفا قال لك لو دخلت القيد يناير الاولويه لنهايه الموسم الاول. يعني شوف حتى الفيفا وصل لابعد مدى انه ادى 6 شهور ادى 6 شهور وقال لك العقد لو انتهى في 30/6 والموسم لسه ما انتهاش فتره القيد في الصيف ممتده ليناير.
بص هو لازم يعني اقصد الفيفا اداك كل الحلول، انت بقى اطلع بقرارات وتوصيات. اتمنى عشان تقفل الملف، انه يقفل الملف ده خالص، لان سايبينه اجتهادات، اجتهادات مرعبه يعني. كل واحد بيطلع يقول اللي هو عايزه. مرعبه طبعا، يعني اصل كل نادي دلوقتي عايز عنده حاجه عايز يقولها، لا بيفكر في عقود يعني، ما جابش ورقه صح، ولا جاب اقتصاده، ولا جاب ميزانيته، ولا جاب لعيبته، ده خد كام وده خد كام وده خد ايه وهيخسر ايه ويكسب ايه لو الدوري كمل او لو الدوري اتلغى. مظبوط. يعني ما جابش عقد الرعايه بتاعته، قال ان هو خد من الراعي كذا، فلو الدوري اتلغى هيخسر كذا، ادى اللعيبه قد ايه. طبعا ما فيش حد، ما عندناش احنا الكلام ده خالص، مفيش الشفافيه دي. انا هلغي الدوري، طب وبعدين؟ يعني وبعدين؟ لان كمان انت عندك المشكله ان انت ما عندكش اقتصاد، يعني ما عندكش فرق، ما عندكش كره قدم لوحدها، يعني ما عندكش ميزانيه انت عندك ميزانيه نادي، فالنادي مربوط بنادي اجتماعي. افصل قطاع الكوره عن النادي الاجتماعي، لانك اوريدي كده كده النادي نفسه مرتبات العاملين فيه اللي هم الامن والاداره والبتوع البوفيه وكل القطاع الاداري في النادي ملوش علاقه بالقطاع الاداري بتاع الكوره. مظبوط. فافصل الميزانيه دي عن الميزانيه دي، هتعرف ان الكوره خسرانه كتير جدا، يعني خسرانه كتير جدا. مظبوط. فلازم يعرفوا، لازم يعرفوا ده. انما تيجي حد يقول لك ايه، انا هلغي الدوري عشان الناس اللي اعرف ادفع مرتبات الموظفين في النادي، وايه علاقه الدوري بمرتبات الموظفين في النادي؟ هو هل يعتقد ان الدوري لو اتلغى اللعيبه مش هتاخد مرتباتها؟ ما هو بقى، ما هي دي بقى الازمه. هل في حد بيعتقد كده؟ ما هو خلاص بقى، انا وانت والمحكمه. هلغي الدوري وخلاص، انا وانت والمحكمه. وبعدين طب انت عندك لعيب عقده ممتد 4-5 سنين جاي، طب انت السنه دي هتاكل عليه فلوس ملزم بالراتب بتاعه حتى لو الدوري ما اتلعبش؟ الا لو هو بقى قرر زي ما عملت لعيبه اتحاد السكندري وزي ما عملت لعيبه انديه ان هم هيتبرعوا تخفيض الراتب لفتره، تخفيض الراتب لفتره معينه. ده مبادره من اللعيبه نفسها. انما انت مش تقدر، لازم في لوائح بتحكمك، هتعمل ايه؟ فالموضوع الحقيقه تحس ان هو ماشي هلهلي كده. اتمنى اتحاد الكره يطلع اي حاجه يقول يعني انه هيعمل ايه في الفتره اللي جايه. طيب الوقت كافي يا احمد؟ الوقت كافي. ده رجع؟ الوقت طبعًا. كافي. طبعا. عندنا مساحه. بقول لك شهر ونص. انت الشهر هتلعب في 10 ماتشات و 21 يوم تلعب فيهم 7 ماتشات، خلاص خلص الدوري. ده انت ممكن كمان تخلص الكاس كمان بعدها في اسبوعين ثلاثه. يعني دوري وكاس لو استأنفت في 1/6 انت هتخلص نص 8. في فرقه وسط حتى سيمي فاينل. زي كل مره يعني. عارف كمان في نقطه مهمه جدا قبل ما اطلع لفاصل. انت مرتبط بموسم افريقي. عشان بعد الفصل هنتكلم في الجزئيه دي. الموسم الافريقي طالما لسه ما اتلغاش ما تقدرش تلغي المسابقه، عشان عندك انديه بتلعب في بطولات افريقيه. ايوه، وهترشح مين السنه الجايه؟ وهترشح مين السنه الجايه؟ يعني هترشح مين؟ نقطه مهمه جدا كمان. طبعا ما ينفعش تيجي تحرم نادي زي المقاولين العرب، عامل موسم من افضل مواسمه منذ فتره طويله جدا، صح، انه يروح ينافي يلعب في افريقيا السنه اللي جايه، وانت لما تلغي الدوري لانك مش تدي له، مش تدي له مركزه، وهو صاحب المركز الثاني حتى لو الزمالك لعب مباراته المؤجله. الحقيقه ما ينفعش، فلازم حتى تشوف حل. يعني حتى لو هتلغي يبقى عندك حل، مين هيشارك السنه اللي جايه؟ مين هيشارك السنه الجايه؟ طبعا. تمام. طيب هنكمل حديثنا اللي لسه فيه تفاصيل، وهنتكلم على المسابقات الافريقيه كل ده، ولكن بعد الفاصل. اخرج الى فاصل ومستمرين في الحوار ان شاء الله بالتاكيد مع زميلي العزيز الاستاذ احمد عويس، وكلام مهم جدا بقى عن المسابقات الافريقيه والحديث في الفتره الجايه، في ظل ان الكلام ده احنا اول ناس انفردنا بيه واعلناه منذ حوالي 3 أسابيع او شهر، قبل ظهور طبعا السكرتير العام للاتحاد الافريقي في تصريحات تلفزيونيه خلال الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد بعد الفاصل، ومستمرين بالتاكيد في الحوار مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ احمد عويس. طيب ابو احمد، كنت بكلمك على المسابقات الافريقيه وتصريحات عبد المنعم باس السكرتير العام بالانابه، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه من 3 أسابيع بناء على تصريحات كنا قدرنا نحصل عليها من المسؤولين في الكاف ومن السكرتير العام، في فكره ان المسابقات الافريقيه لن تلغى، ستؤجل الى ابعد مدى، لكن المباريات ستلعب وسيتم الاتفاق مع الاطراف المعنيه من خلال منظمه الصحه العالميه لاقامه المباريات بحضور جماهيري. ايا كان بقى التوقيت، ممكن تروح في 6 في 7 في 8، ما عندهمش مشكله حتى لو وصلوا شهر سبتمبر. تعليقك. اعتقد صعب موضوع الحضور الجماهيري دلوقتي، ان هم يتكلموا في حضور جماهيري صعب جدا. هم مش قايلينها بس في الكواليس يعني التاجيل ده عشان الجمهور يحضر. الكلام اللي انا اعرفه انه الاولويه لاقامه ده في الاساس. في الاساس. تمام. جماهير من غير جماهير بقى دي لسه. هيجي وقتها. تمام. ولكن هو الاولويه لاقامه المباريات، اعتقد ان هو احنا كنا قلنا اخر 6، اعتقد ممكن يدخلوا في 7 كده، ولكن هم عايزين يلعبوا المباريات، هيلعبوها ازاي؟ الله اعلم. بس انا وجهه نظري انه
معلومه اللي عندي ان هو الاحتمال الاقرب هي دوره مجمعه وهتبقى في شمال افريقيا لانه خلاص افريقيا فوق اتضربت خالص ومحدش عارف حاجه والكاميرون الاعداد فيها بتزيد جدا بتزيد دخلوا في الالف واعتقد انه كمان انت رايح لان فكره انه كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في المغرب في يناير القادم بقت مهدده لان مش هتكلم في الدول اللي رايحه لا البلد نفسها اللي هتستضيف الحدث عندها ازمه انت بتتكلم في لا المسابقات الافريقيه اعتقد انها هتبقى في شمال افريقيا ممكن نلاقي مفاجاه ونلاقي كاس الامم راحت المغرب يعني للمره الثانيه بتتسحب من الكاميرون 19 كانت في الكاميرون وراحت لمصر 21 اعتقد ممكن تروح المغرب لو الامور استقرت مع مرض برضو انت مستني شمال افريقيا الامور تستقر فيها وهل المغرب هتبقى عندها القدره او عندها الرغبه في ان هي تستضيف طب قبل الحديث وقت الايبولا رفضت وهي كانت هي البلد اللي هتنظم اصلا فاتسحب منها التنظيم مشكله كبيره قبل الكلام عن تنظيم كاس الامم خلينا الاول في مسابقات الانديه ده في الاساس اولا الاطراف المعنيه الانديه لازم اولا يتخذ رايها في فكره طبعًا. ان لو اتخذت في مكان مجمع او في دوره طبعًا. في بلد محايده هل ممكن الانديه توافق على مقترح زي ده ما هو اصل لو قرار سيادي لو قرار من المكتب التنفيذي او قرار من الكاف لجنه الطوارئ هتوافق هتعمل ايه يعني انت دلوقتي قلت لي ان الظروف لا تسمح باقامه المباريات الا يعني جه الاتحاد المصري لكره القدم قال الظروف لن تسمح الا باقامه المباريات في اسكندريه والسويس في اماكن مقفوله عشان ومن غير جمهور عشان الدوري يتلعب هل حد يبقى عنده قدره يرفض لا تمام. هتقول لي اصل ده في مصر انما ده هتدي فرصه للفريق اكتر من فريق هنعمل ايه يعني انت هتعمل ايه الكاف هيقول لك هتعمل ايه هي ظروف حاليا ما بين مصر والمغرب متشابهه بالظبط في عدد الاصابات يمكن العدد قريب من بعضه بتتكلم في كام 100 200 بس الفرق ما بين بالزبط. مصر والمغرب اصل كمان هي الفكره في المده الزمنيه انت لو قررت تعمل ذهاب واياب فانت محتاج اسبوع مباراه ذهاب ومباراه اياب في سيمي فاينل ده مظبوط مباراه الفاينل انت مقرر ان هي تلعب في الكاميرون المفروض هي مباراه واحده اصلا فانت اوريدي لو قررت تيجي شمال افريقيا فانت هتبقى بتختار بين مصر والمغرب هما طرفي الفاينل السيمي فاينل مصر ومغرب تمام فانت هتلعب في دوله منهم الماتش اوكي فهتلعب الفاينل في دوله منهم فهتلعب مع السيمي فاينل وتريح دماغك وتقلل الفتره الزمنيه وتلعب انت اصلا انت لما تلعب السيمي فاينل من ماتش واحد والفاينل ماتش واحد انت بتتكلم في 4 ايام انا معاك ان المده الزمنيه مع مده المباريات قليله جدا لو انت بتتكلم في في السيمي فاينل ذهاب وعوده وبعدين تقرر تلعب الفاينل فانت محتاج 15 يوم اسبوعين على الاقل صح فانت من 4 ايام يعني انت لو قررت تلعب في نهايه 6 دوره مجمعه زي ما انا بقول 25 29 خلصت لميت الورق وروحت هي الميزه ان كمان المسابقات الانديه خلاص في المراحل الاخيره يعني ماتشين انت هيبقى عندك ماتشين زي بالظبط سيمي فاينل وفاينل كاس الامم مظبوط زي الدوره المجمعه هتلعب 25 29 4 ايام ماتشين خلصوا وخلصوا الليله هتلعب 1/7 4/7 يعني ايا كان التاريخين انت تحددهم انما لو قررت تلعب ذهاب واياب السيمي فاينل زي ما هو مقرر هتلعب يوم 1/7 مثلا وهتلعب 7/7 وبعدين تدي فتره زمنيه 15/7 مثلا هتلعب 15/7 فانت بدل ما تخلص الماتشين في 3 ايام ولا 4 ايام هتخلصهم في اسبوعين 21 يوم فالتوقيت الزمني هو اللي هيحكم الموضوع في اقامه المباريات طيب من سوء الحظ ولا من حسن الحظ لو المباراه دي مباراه واحده حسب هتلعب فين ما غالبا طالما يعني حسب الفكره لو مش ايوه يعني احنا فرق مصريه وهم مغاربه مش هيلعبوا في مصر ولا في المغرب اكيد ايه ممكن لا في مصر ولا في المغرب يعني يلعبوا فين في تونس ممكن يلعبوا في تونس ممكن يلعبوا في اي دوله افريقيه او في ليبيا فيها مسامحه او سامحه يعني ليبيا صعب يعني هيلعبوا فين هي خلاص احنا قلنا هتيجي شمال افريقيا الا بقى لو قرروا ياخدوا دوله افريقيه ما انت برضو افريقيا مش مضمونه عشان فكره انه قله الاختبارات والتدريبات الاحترازيه في الدول فمش مضمونه فانت مش هينفع تاخدهم في افريقيا فانت هتاخدهم في دول اوريدي عارفه هي بتعمل ايه بتلعب في مصر او في المغرب لو هتلعب في مصر فهي فرصه للفرقه المصريه الامر معقد طبعا الموضوع مقفول يعني صعب معقد جدا طيب كاس الامم اللي كنت بتتكلم عليها فكره ان الكاميرون لو 2021 وصلنا للمرحله دي ممكن الدول نفسها اللي رايحه تعتذر وممكن البلد المستضيفه نفسها تقول لك لا مش هستقبل دول فيها وباء لسه لان بالتاكيد اللي هيجي لي ده ممكن ما اضمنش الوضع ما هو بص إيه؟ انت مش هتقدر تتكلم هو الاتحاد الافريقي اصدر بيان وقال لك احنا كله تاجل لاجل غير مسمى ولكن الاولويه لدوري الابطال والكونفدراليه وكاس الامم وقال انه هيلعب المباريات بتاعه برضو انت عندك مشكله كبيره ان انت قررت ان انت تلعب مباريات تصفيات في اكتوبر ونوفمبر هل اكتوبر ونوفمبر هيكون الموضوع استقر يعني مصر رايحه تلعب في كينيا في رحلات كتيره في توجو توجو مصر رايحه تلعب في توجو ماتش
هل الموضوع هيبقى امان؟ وبعدين هتروح تلعب تاني عندها مباراه اعتقد في كينيا، في كينيا يعني ماتشنا اللي بره توجو وكينيا بالظبط. هل الدنيا هتبقى استقرت؟ هترجع بقى وقتها للسفارات تشوف الاوضاع هناك ايه و... انت قيس بقى على ولو على... عندك مشكله واحده كده هتصعدها للكاف، قيس بقى على 54 اتحاد هيبقى بنفس الشكل، هيبقى بنفس الشكل. فانت الموضوع صعب جدا في ظل ان افريقيا كمان الارقام فيها مش واضحه، ما حدش عارف حاجه، يعني منظمه الصحه العالميه مش متوغله في افريقيا وما عندهاش ارقام رسميه زي ما الموضوع ما ظاهر في كل الدول الكبيره بس. يعني الدول الكبيره اللي عندها منظومه صحه كبيره هي اللي واضح فيها الموضوع مظبوط، وبيقولوا ارقام قد تكون حقيقيه، ولكن الدول الصغيره ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف حاجه. انت بتتكلم عن 54 دوله، يعني 54 دوله هيلعبوا، اهي 48 لان هو المجموعات اربع فرق في 12، 4 في 12 48 دوله هيلعبوا هيروحوا ويجوا على بعض، انت هتعمل ايه؟ اذا كان اصلا لحد دلوقتي الطيران مقفول، فالموضوع صعب جدا يعني. صعب جدا. هي دوري الابطال والكونفدراليه سهلين عشان ماتشين، وصلنا لاخر رمق اخر يعني فدول ممكن يتلموا في اي حته، ده التعديل اللي حصل في المواعيد يعني ممكن ياجروا ملعب هنا في اكتوبر يلعبوه. التعديل اللي حصل في ماتشات الانديه الافريقيه من حوالي 4 5 شهور ده هو اللي انقذ الكاف طبعا، لان لولا التعديل اللي حصل ده كان زمان دلوقتي لسه بنلعب في الجوله الرابعه او الخامسه من دوري المجموعات. صحيح صحيح. تعديل الضغط اللي حصل عشان يفضوا ميعاد كاس الامم الافريقيه المحليين فهو اللي خلى الموضوع. فانت يعني انت لو يعني لو اللعيبه لو لموا اللعيبه في كامب هنا في اكتوبر واجروا ملعب مشروع الهدف وخلاص الموضوع خلص يعني. طيب عبد المنعم باكا ليه تصريح مهم جدا، وهنا بقى راجل مغربي وكان عايش في فرنسا يعني طول حياته قاعد في فرنسا يعني، لكن لا مصري ولا منتمي للنادي الاهلي ولا اي حاجه، وقال اللي يرضيه ضميره، وراجل سكرتير عام وكان ماسك الحقوق التجاريه في الاتحاد الافريقي، فعارف نسبه المشاهده نسبه ال لا ده كان ده ماسك الحقوق التجاريه قبل دلوقتي هو الحقوق التجاريه قبل كده كان مسؤول في الشركه اللي بتنقل الماتشات شركه اللي المسؤول عن البث اللي بتبيع الحقوق اصلا في افريقيا اللي عارفه ده بيجي له ايه نسبه المشاهده بتيجي منين ومين اكتر فرقه عليها نسبه مشاهده وحتى بالزبط. على السوشيال ميديا اللي اكتر بالزبط. تاثيرا قال ان الاهلي الاكثر شعبيه في القاره الافريقيه. اهلاوي للاسف. انا اقول ايه بقى؟ مغربي اهلاوي. الحقيقه ما هو الكلام ده لما بنقوله الناس تطلع الناس بتزعل. الحقيقه ده واقع، يعني ده واقع وهذا هيجرنا لحاجه تانية انا عايز اكلم فيها. ما هو واقع بس ما حدش قادر يتعايش مع الواقع، يعني هو عايش مع الواقع يعني ما هو لا في ناس كتير ما يعني عندها ما عندهاش رؤيه للواقع ده. فكره انه النادي الاهلي بيتهاجم في البرامج والنادي الاهلي والحقيقه ده الحقيقه برضو ده جزء من انا شايف انه مش واقعي ليه؟ لانه مفيش حد عاقل بيمتلك قدر من العقل عنده القدره على مواجهه جمهور النادي الاهلي. مفيش حد عاقل؟ مفيش حد بيمتلك ب2 جنيه عقل، يعني اي حد عنده ب2 جنيه عقل ما يقدرش يواجه او يقف قدام جمهور الاهلي. ليه؟ تتكلم على 60 70 مليون ده رقم انا هبقى بقلل فيه من عدد جمهور الاهلي الحقيقه، هو اكتر من كده. الحد الادنى. ده الحد الادنى. اهلاوي في مصر غير الوطن العربي، وطبعا الحقيقه انه برضه فكره جذوبه ان الاهلي اصله ما عندوش شعبيه في الوطن العربي الحقيقه برضه سافرنا يعني الحقيقه يعني شفنا وشفنا بعينينا، والحقيقه انا شفنا في موضوع التذاكر وانا في ماتش السوبر كنت من الناس اللي كنت بهزر في موضوع التذاكر ده، وبعدين يعني الناس زعلت وقلت لهم يا جماعه الموضوع بجد، انا كنت واخده بهزار بس عشان ايه الناس اعصابها ما تتعبش. الحقيقه ده واقع. فأي حد عاقل في أي برنامج أيا كان المقدم اللي بيقدم البرنامج بعيدا عن البرامج القنوات اللي هي خاصة بأندية من حقه يعمل اللي هو عايزه النادي بتاعه، ولكن أي حد في قناة محايدة صعب جدا يحارب جمهور الأهلي أو يقف قدام جمهور الأهلي، لأن جمهور الأهلي عنده القدرة إنه بإنه لو إدى كتفه يعني لو ما بصش للبرنامج كده وإداه الناحية التانية خلاص محدش هيشوفه. شكرا. وده اللي بطلبه من جمهور النادي الأهلي الحقيقة صح. لأن أنت لما بترد على حد اتكلم على الاهلي فانت بتدي له قيمه يعني انت بتدي له قيمه وهو بيبقى ايه بيتبسط. اتعلمنا زمان لما عيل صغير يشتم حد كبير فما انت بتسيبه تمشي ما بتردش عليه لانك لو قررت ان انت ترد عليه فالحقيقه ما يصحش، ده عيل صغير فانت اي عيل صغير بيشتمك كبر دماغك، لان كل يوم دلوقتي بنشوف في البرامج اي حد عايز يتشهر او الناس تتكلم عليه فبيطلع يهاجم النادي الاهلي عشان جمهور النادي الاهلي بقى بيرد وبتاع. فالحقيقه انا قلت لك الاسبوع اللي فات انا في احد البرامج انا نفسي غلطت الغلطه دي، قعدت اهزر واضحك ولحد ما عملنا قيمه للبرنامج وعملنا له نسبه مشاهده والحقيقه كان لا يقدم اي شيء. مظبوط. يعني كان لا يقدم اي شيء. مظبوط صح. محتوى زيرو. فالحقيقه اتمنى ان جمهور النادي الاهلي فكروا في النادي الاهلي، فكروا في مستقبل النادي الاهلي، حاولوا تقدموا حلول
لاعلام النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي في اراء ايجابيه. مظبوط. اراء ايجابيه لان تطوير في منظومته الاعلاميه الحقيقه عشان برضه نبقى واضحين يعني محتاج خطوات كتيره. اتمنى ان جمهور الاهلي يقف جنب قناه النادي الاهلي يقف جنب منظومته الاعلاميه عشان لما تتطور ولما يدخل حاجه جديده تقف تبقى في المقدمه زي ما هي طول عمرها وزي ما هي أكيد. موجوده بإذن الله. الاهلي رقم واحد طول الوقت اللي بيتكلم عليك في ظهرك فانت مش سامعه. فلو قررت تبص له بقيت زيك زيه ما تبصلوش. انت لما يبقى بقى يجي يبقى كتف بكتفه ده اعتقد مش هيحصل ولا عمره هيحصل. محتاج سنين. محتاج سنين ضوئيه يعني. سنين ضوئيه وانت لو فضلت في مكانك محلك سر. بالظبط كده. فاتمنى اتمنى لانه الحقيقه بقى الموضوع مزعج بالنسبه لنا. ان انا كل شويه الاقي الجمهور منزعج من حاجه فلان قال مش عارف مين قالت مش عارف يا جماعه دول تفاهات يعني دول تفاهات. والحقيقه ما اتمناش انه الاهلي وجمهوره يعملوا ده لانه الحقيقه مزعج جدا. مزعج جدا. طيب لكن تصريح السكرتير العام بقى بخصوص الاكثر شعبيه. اعتقد انت بتتكلم في ارقام رسميه وبتتكلم في تصريح رسمي. بتتكلم في تصريح رسمي. الحقيقه تصريح حاول تصريح جريء من عبد المنعم باه. يعني انا مبسوط منه انه قاله الحقيقه لانه هو مسؤول هو يعني هو مش الله يرحمه. هو اتكلم بمعلومه على فكره. مش الله يرحمه عمرو مراد فهمي. الله يرحمه عمرو. كان عمرو لما الله يرحمه لما لو قال ده يعني لو تخيل انت بقى اللي كان قاعد على الكرسي عمرو مثلا الله يرحمه عمرو مراد فهمي الله يرحمه او مصطفى المهندس مصطفى مراد فهمي يعني لو عمرو اللي قاعد على الكرسي وقال التصريح ده كان ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض. يعني كان ايه اللي حصل؟ لا ونادي وتطلع الحقيقه نادي القرن يعني الحقيقه يعني اتمنى ان احنا نتنازل نادي القرن عشان نخلص من يعني نخلص من كابتن يعني نخلص منه عشان نخلص من زنه عارف انت زن العيال الصغيره فنخلص من زن العيال الصغيره بتاع نادي القرن. نادي القرن يعني الحقيقه 20 سنه بن 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 متشعبطين في نفس الفكره بنهاتي في نفس القضيه وبنتكلم في نفس الموضوع وبنرد نفس الردود ونقول يا جماعه انه من 94 النظام النقط اتحط فانت لو ما كانش عاجبك في 94 كنت اعترضت في 95 كنت اعترضت في 96 كنت اعترضت في 97 كنت اعترضت في 98 كنت اعترضت في 2000 انما انت جاي بتبدا من 2008 تعترض على نادي القرن وحقيقه حاجه مزعجه جدا وانا يعني خلاص يعني اعمل له هديه صغيره كده ونسميها نادي القرن ونديها له عشان نخلص عارف انت اللي هو هنجوزك هنومه لكن خلاص هندي لك نادي القرن تعالى يعني تعالى عشان هنديك نادي القرن تعالى لو بصيت نعمل له حفله حلوه لو بصيت على الاحصائيات الجديده بقى من اول 2000 لغايه 2020 في خلال 20 سنه احنا داخلين اهو على ربع قرن اهو في ال 20 سنه او ال 25 سنه انت بتتكلم اللي بيتكلم على نادي القرن اصلا ترتيبه لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع لا ما هو بقى هو يعني حتى الترتيب متاخر. طب يا سيدي الاول يعني خلي ترتيبك في القرن الجديد بشكل مختلف عشان تقول ان فعلا تستحق انك كنت في منافسه في القرن الماضي. لا ما هو طول الوقت بيتقال احنا نادي القرن الفات احنا اللي خدناه انتوا امر بتستحقوا القرن الجديد ولكن القرن اللي فات ده بتاعنا. الحقيقه حاجه مزعجه جدا يعني انت ما فيش مقارنه يعني الارقام بعيده قوي بعيده ولكن هو كان نقعد بقى السبعه غير السته والثمانيه غير ال 14 وال 35 غير ال 43 حاجه الحقيقه محزنه وطول الوقت بيلاقي ناس بتصدقه. المزعج ان بيلاقي ناس بتصدقه يعني بيلاقي ناس ويطلع نجوم كبار يتكلموا الحقيقه وفي نجوم انا بحترمهم جدا جدا والحقيقه يعني في ناس كده تبقى ايه تفضل مستخبيه تفضل تحترمها وبعدين يطلع يتكلم فيخلص كل الاحترام كل الرصيد وكل الرصيد في تصريح. والحقيقه من الناس دول وانا يعني هذكره بالاسم فعلا كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد حارس مرمى نادي الزمالك. الحقيقه كابتن حسين السيد طول الوقت الناس بتحبه وبتحترمه وبتتعامل معاه على انه حد جميل وطلع قال تصريح الحقيقه خلص على كل ده. يعني تصريح الحقيقه ما كنتش اتمنى يطلع من حد زي كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد كان حارس مرمى لطيف يعني الحمد لله ادانا كاس مصر قبل كده يعني والحمد لله جاب جول يعني اول حارس مرمى في التاريخ يجيب جول في نفسه يعني فالحقيقه مش جول في نفسه اللي هو خبطت فيه ودخلت لا ده هو اللي حط الكوره في نفسه. فالحقيقه كابتن حسين السيد ليه يعني ايه لازمه لان انت يا كابتن في ناس الناحيه الثانيه في نجوم زمايلك لعبوا معاك في التوقيت ده كانوا زمايلك وكانوا اصحابك وكانوا ليه يعني ليه نفس الفكره اللي انت بدات بيها كلامك على فكره هي نفس الفكره اللي اتكلمت بيها بدات هي نفس الفكره ليه يعني ليه انت راجل ناس انا ناس بحبه جدا يعني بحترمه يعني الحقيقه ما شفتلوش طول مشواره كلاعب كره قدم
وطوال مشواره اللي فات ما شفتلوش تصريح مزعج كده. ليه يعني؟ يعني الناس لازم تفكر في صورتها عند السواد الاعظم من جماهير القطبين على فكره، اهلي او زمالك. مظبوط. لازم طيب. يعني يبقوا محافظين على ده. طيب، وفقا للارقام الرسميه في المنصات الرقميه، جماهير الاهلي هي الاكثر شعبيه، او جماهير الاهلي هي الاكثر تداولا وظهورا بالنسبه لتشجيع النادي الاهلي في القاره الافريقيه. اعتقد الجزء الرقمي ده مهم جدا، حتى يعني انت بتتكلم في اتحاد قاري لما بيتكلم على مين اكتر نادي شعبيه راح للمنصات الرقميه وشاف صفحه النادي الاهلي على فيسبوك هي الاكبر، اكونت النادي الاهلي على تويتر اعتقد هو الاكبر، قناه النادي الاهلي على يوتيوب هي الاقوى. ايه تاني؟ وصفحه الاتحاد الافريقي على الفيسبوك كمان الكومنتس اللي بتجي لهم او التعليقات المشاركه من جماهير النادي الاهلي. حقيقه ما هو انت بتتكلم على اولا هو مصر مع نيجيريا هي الاكبر عدد سكاني في قاره افريقيا اعتقد. لو ما لم تخن الذاكره جنوب افريقيا يعني. اعتقد على حد معلوماتي مصر ونيجيريا، بس هو اقتصاديا جوه القاره الافريقيه اكتر دولتين في الحقوق التسويقيه او الاقتصاديه في البث التلفزيوني مصر وجنوب افريقيا. مصر وجنوب افريقيا انا بتكلم عدد السكان. تمام. عدد جماهير النادي الاهلي بالنسبه لعدد السكان وبالنسبه لعدد جماهير الانديه على مستوى افريقيا هو الاكبر. ده بالارقام. مظبوط. إبسوس لما طلعت تقرير العدد الجماهير الاكثر شعبيه في مصر طلعت رقم مهول، يعني رقم الحقيقه كان يخد، كان 80 20 تقريبا حقيقي. فالحقيقه كان رقم يخد، وإبسوس الناس اللي قاعده تشكك يعني حاجه يعني ما بتعملش حاجه كده يعني، لازم يكون الموضوع مدروس طبعا وبتبقى حاجه مدروسه جدا يعني. فالحقيقه الارقام ما بتكذبش. هقول لك على حاجه، انا زمان كنت رئيس تحرير برنامج في احد القنوات الرياضيه زمان يعني من فتره طويله قوي. كان ماتشات النادي الاهلي بينه وشتين ما بنطلعش اعلانات، ماتشات سين من الناس بنطلع 3 دقايق اعلانات و12 دقيقه استوديو، وفي ماتشات ثانيه ما بتطلعش اعلانات خالص. ما بيجيلكش اعلانات عشان الماتش ده اللي موجود. هي الفكره ماتشات في الملعب في ال 90 دقيقه نفسها في ماتشات ما كانتش بتيجي عليها اعلانات، يعني الماتش نفسه بيجي عليه اعلان زي لوجو كده بيطلع عرض التايم او عرض الاهداف او عرض النتيجه. ماتشات النادي الاهلي كان طول الوقت عليها، ده ماتشات الانديه الاخرى ما فيش. صح. فده رقم، ده ارقام الرقم التسويقي يعني. ما خرج كان طول الوقت بيقول لك وكاله الاهرام، وكابتن خرجت وكاله الاهرام من الموضوع وبقت فيه وكاله جديده خالص هي المسؤوله عن وخرج المهندس مصطفى مراد فهمي وتوفى الله يرحمه عمرو فهمي، وجاء شخصيه مغربيه عايش في فرنسا. قال الاهلي اكثر شعبيه. فالحقيقه اعتقد الموضوع مقفول يعني. اتقفل. حتى بعد كده ما حدش يقدر يتكلم او يفتح بقه في الموضوع ده خلاص يعني. حتى بعد التصريح بثلاث ايام انا منتظر اشوف تعليق او رد، هيطلع يقول ايه ولا يرد يقول ايه؟ لا هيقول لك عمال بقى اهلاوي. ابو حميد. او شطه قال له. الله يمسيه بالخير يا كابتن شطه. كابتن شطه قال له انت لازم تقول كده عشان تبقى اهلاوي. انت حاجه غريبه جدا والله الحقيقه. انا يعني منزعج يعني طول الوقت، الموضوع مزعج. فراغ يا ابو حميد، فراغ. طيب كلمه اخيره تختم بيها الحوار او موضوع عايز تختم بيه الحلقه او الفقره؟ اتمنى اللي انا قلته يبقى يعني نحاول نعمله في الفتره اللي جايه، اي حد يتكلم ننفض له، نهتم بالنادي الاهلي وباخبار النادي الاهلي زي ما الاهلي، عشان برضو الناس دلوقتي بتقول لك ايه، اصل دلوقتي السوشيال ميديا موجوده في مصر من 2008 على فكره، مش من النهارده ولا امبارح. مظبوط. يعني عشان بس السوشيال ميديا في عز عفوانها كانت في 2011 وما بعد. فالسوشيال ميديا موجوده والكلام الفارغ ده بيتقال بقى له سنين، يعني قضيه نادي القرن دي بيتقال بقى لها سنين. بالزبط. احنا بس عشان ادينا لها اهميه وبدانا نرد، فهم ما انت لازم ترد برضه عشان الاجيال الجديده اللي طالعه. الاهلي في خلال ال 15 سنه اللي فاتوا من 2005 لحد دلوقتي خد كل البطولات، الدوري وخد بطولات كاس كتير وخد سوبر افريقي، واكتر نادي في افريقيا خد دوري ابطال افريقيا، واكتر نادي في افريقيا خد سوبر افريقي. مظبوط. واكتر نادي قدم لعيبه حققوا بطولات امم افريقيا مع منتخب مصر، وكان ليه المجموعه الاكبر في المنتخب اللي شارك كاس. الحقيقه ده اللي تقوله. تمام. ده اللي تقوله ان الاهلي هو فريق بطل، هو فريق كبير، ما بيبصش للكلام الفارغ ده. انت في الملعب بترد، مش هقعد انا كل شويه اقعد اقول اصل ده قال واجيب واعيد وازيق. الحقيقه لا، الحقيقه ما مش ده النادي الاهلي يا مسهل. لما نشوف اللي جاي ان شاء الله، تخلص بس ازمه الكورونا ونشوف الموسم هينتهي على ايه ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني وكل التوفيق لك يا ابو حميد. شكرا محمد، ومبسوط اني موجود معاك، لان الحوار بيبقى يعني احنا مش متفقين على نتكلم على احنا بندردش بس. التوفيق يا رب باذن الله. اكتفي بهذا القدر من الفقره الحواريه الاولى مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ احمد اويس، واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل رئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد، وارقام
وتطبيق عملي على فكرة الدوريات الأوروبية، كيف تطبق الأفكار هناك هنا على الدوري المصري خلال الفترة اللي جاية. كل هذا وأكثر ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، واللي بيشرفني بينورني فيها بالتأكيد كل يوم ثلاث رئيس تحرير موقع يلا كورة الأستاذ كريم سعيد. كريم ازيك، عامل ايه؟ مساء الفل يا محمد، مساء الفل لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهارده انت أكثر تفاؤلا شوية. طبعا جدا والله. بص يعني الأخبار كلها اللي جاية الحمد لله أعتقد ان هي بتصب ان الدنيا ماشيه بشكل كويس. كل الاخبار جايه من ايطاليا واسبانيا وفرنسا، ان لحد ما دول يعني فيهم بؤر كتير لكورونا. المعدلات الحمد لله بتاعه الوفاه بتقل، في طبعا بس بتقل. امريكا لحد ما يعني الوضع برضو عندهم لسه ما زال في مشاكل، بس برضو بيسعوا ان الدنيا تقل شويه. لكن الاخبار الحلوه جايه من ايطاليا، من اوروبا الدنيا نازله شويه. المساعي كلها بنتكلم، لو احنا بنتكلم على الشق الرياضي طبعا هو متاثر بالاخبار الصحيه، ان الكل دلوقتي بيامل في استئناف البطولات في شهر 5. عايز اقول لك يا محمد 1/5 الناس احنا كلنا مستنيين 1/5. واضح كده ان شهر مايو ان شاء الله يا مسهل يا هو الايه نقطه التحول باذن الله في الازمه اللي احنا فيها. الحمد لله برضو اخبارنا احنا لو بنتكلم برضو لازم طبعا نتكلم على بلدنا. الحمد لله ان احنا ما زلنا محافظين على الارقام العاديه بتاعتنا. طبعا في يعني بعض الاصابات وفي بعض حالات الوفاه، ولكن في المعقول يعني الحمد لله ان هي لحد ما لم ما كبرتش ما وسعتش بالمقارنه في اوروبا. طبعا طبعا لا الموضوع يعني متحق. كمان التصريح اللي طلع من وزاره الصحه العالميه بان 85% المنظمه امبارح كانت في مؤتمر صحفي من المصابين في مصر بيشفوا لوحدهم بسبب الاجسام المضاده، ده نقطه مهمه جدا. وده خبر تاني اهو، ده خبر مش وجهه نظر ولا حتى تحليل ولا حتى تنبؤ، لا ده خبر رسمي من وزاره الصحه العالميه ان 85% الحمد لله من اللي اتصابوا في مصر اتعالجوا باجسامهم المضاده للجسم، عندهم المناعه عندك الشخصيه بالظبط. فالحمد لله انا اعتقد باذن واحد احد مع قدوم شهر يا رب رمضان باذن الله، وكمان شهر مايو باذن الله نشوف يعني ايه انفراجه واضحه في الحياه الطبيعيه سواء عندنا او في اوروبا وفي مجال الكوره اللي احنا بنحبه. طيب حلو قوي جرعه التفاؤل اللي بدات بيها الفقره والحلقه عشان الفتره الجايه، لان الناس خلاص وصلت لمرحله انت بتتكلم حتى ولو 5 أيام ماتش كوره. الناس بقت تعرض حتى ماتشات وارشيف ماتشات قديمه نعم عشان تتابع وتتشاف، وحتى بقت نسبه المشاهده بتاعتها بقت عاليه جدا. وطبعا كله عايش في الفتره الحاليه عن النوستالجيا والقديم والماتشات القديمه. وحتى والله بشوف كل حسابات القنوات العربيه امبارح كنت قاعد بتفرج، يعني القناه المغربيه كانت عامله لايف ماتش الرجاء والمغرب التطواني اعتقد كان على تويتر، متخيل بيذيعوا لايف يعني ماتش حوالي ساعه ونص. فطبعا الناس كلها مشتاقه للكوره. والحلو ان بعد ما قعدنا فتره يا محمد بنتكلم ان العالم كله بيسعى لالغاء البطولات يعني تحسبا للظروف الصعبه، كله النهارده دلوقتي كله بشكل رسمي كله بيتكلم على عوده الدوريات المحليه والبعد تماما عن الغاء. ما حدش النهارده ما عدا الدوري المصري، بس نحط ده في حته في العالم. لا هو مصر حد بيتكلم عليه اصلا، ولا حد بيتكلم لا في انديه طلعت بتتكلم في الالغاء والله، مش هنتكلم عليها بعدين. وجهه نظر لكن اللي قصده اللي بيديروا المنظومه يعني مش معرفين احنا هنعمل ايه، يعني الناس بتحاول بتقول لك في احنا ان شاء الله بنحاول ان احنا، لكن ما حدش حاطط خطه، ما حدش بيتكلم عليها بشكل واضح. لكن النهارده الرسمي مثلا الخبر الناس كلها بتتناوله بقى لنا 48 ساعه، الاتحاد الاوروبي قال حط ميعاد مبدئي لعوده البطولات في المحليه في شهر يوليو، يعني شهر يوليو ان شاء الله نخلص فيه البطولات المحليه ان شاء الله. شهر 8 تلعب فيه دوري الابطال والدوري الاوروبي، يعني ده معناه ايه؟ فكره انك تخلص الدوري المحلي الاول طبعا وبعدين تستكمل بقى الدوريات دوري الابطال اوروبا والدوري الاوروبي في اغسطس، حتى لو اضطريت انك تعمل السيمي فاينل والفاينل بنظام
الدوره المجمعه في احد الدول بدون حضور جماهير. طيب فتقال طب لو احنا كده خلصنا الموسم 30/8 اللعيبه تاخد فتره راحه قد ايه؟ قال لك هم اسبوعين بس، زي ما احنا عملنا السنه اللي فاتت، زي ما احنا عملنا الموسم زي ما احنا عملنا السنه اللي فاتت. خلاص يبقى النهارده الاتجاه يا محمد تفهم ايه من الكلام ده؟ صح، مفيش اي نيه لالغاء اي بطوله. ليه؟ لان محدش يجرؤ. صح، محدش يجرؤ تاني اهو انه يتحمل فاتوره الالغاء. الناس لما قعدوا يحسبوا الامور لقوا لا. فبالتالي احنا طبعا عارف ان احنا طبيعتنا بنستنى نشوف الناس بره بتعمل ايه وبنعمل زيهم. فطبعا اي كلام عن، انا عجبني جدا جدا تصريحات مسؤول نادي انبي، فعلا الوحيدين الواقعيين لغايه دلوقتي شفتهم في الساحه بصراحه، لما قالوا ان احنا لا، لازم الموسم يكمل، ما حدش يقدر يتحمل قرار الالغاء. قرار الالغاء ما تقدرش، صعب جدا. مظبوط، خصوصا ان احنا لغايه دلوقتي لسه ما حدش اتكلم على تخفيض رواتب اللعيبه. احنا النهارده واضح جدا ان كل اللعيبه مثلا ايه الملفات المثاره هو التجديد، وان انا عايز اخد فلوس زياده. ما حدش بيتكلم خالص عن الظرف الحقيقي اللي احنا فيه. احنا تخفيض رواتب حتى شهرين ثلاثه يعني ما حدش يتكلم. احنا الناس كلها بتتكلم النهارده، يعني تخلي بالك كل الملفات اللي مفتوحه. العقد الجديد بتاعي انا هاخده كام؟ طب التجديد بتاعي انا هاخده فيه، هاخد فيه كام؟ هاخد زياده كام؟ عشان ده العقد الاخير ليا. وده خلي بالك ده حق كل لعيب، بس في ظرف المنظومه بتعاني منه، العالم كله بيعاني منه. عندنا سيبك من العالم، العالم بالاخر ما بيحل، احنا متابعين ليهم. لكن احنا عايشينه. فاحنا خلي بالك يا محمد، لما هنرجع، لما هنرجع عمرك ما هترجع بنفس القوه. لا طبعا، نو واي، ده مستحيل. بدليل ان العالم كله اول ما هيرجع الكوره ما حدش هيودي جماهير. لا يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما حدش هيرجع. ايوه، واحنا عندنا بالنسبه لنا الامر مش جديد طبعا، فيعني الامر بالنسبه لنا حلل نفسه بالظبط. فهي الفكره كلها في حته ايه؟ في حته ان احنا عايزين نشوف الوضع بتاعنا. واضح جدا 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 ان ما حدش هيتجه لالغاء اي بطوله السنه دي، طالما انت فعلا اجلت البطولات زي ما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت، اجلت طيب كل البطولات الدوليه للسنه الجايه. طيب، رئيس اتحاد الكونكاكاف ونائب رئيس الاتحاد الدولي فيكتور مونتاجلياني قال تصريح مهم جدا. خطير جدا. قال ان المباريات الدوليه للمنتخبات قد يستمر تاجيلها لعام 2021. نعم بالظبط. وقال ان الفيفا ما عندهاش مشكله تاجل الاجنده الدوليه في سبيل ان الاولويه نستكمل كل الدوريات المحليه. ده معناه ايه؟ معناه ان ما تكلمنيش على اللي جاي. بالظبط، اللي جاي لسه ما جاش ميعاده. كلمني في اللي احنا لسه ما خلصناهوش، واللي احنا ما خلصناهوش صح مش هنلغيه، ما عندناش مساحه. انا وقال لك حتى في تصريحه، قال لك انا ما اعرفش بعد شهر ايه اللي هيحصل، لكن عشان اقف على ارض صلبه المواسم المحليه لازم تنتهي. بالظبط، هو الفكره في كليه يا محمد. طب صعب جدا جدا على اي اتحاد في الوقت الحالي تاني ان هو يحط خطه طويله الامد، صعب جدا. كل الناس النهارده محتاجه ان هي تمشي اليوم بيوم، او نمشي يومين، مش هحط ان شاء الله ما اقدرش اقول لك اسبوع. لا، احنا نقدر نمشي اليوم بيوم عشان نشوف الحاله ماشيه ازاي. ايه بركه الامل ان في بعض الاسواق في ايطاليا رجعت. شفناها، يعني شفنا فيديوهات امبارح على كل وكالات الانباء العالميه، الاسواق والمتاجر رجعت لحد ما في بعض الاحياء في ايطاليا. وايطاليا هي اللي كان عليها الزخم الاكبر في موضوع كورونا خلال الاشهر الماضيه. معاها اسبانيا وفرنسا، لحد ما فرنسا بتحاول ان هي تحجم الامر بشكل اكبر، وعشان كده حتى يعني رابطه الدوري الفرنسي اقترحوا ميعاد مبدئي لعوده التدريبات للفرق الفرنسيه يوم 3 مايو. لو قعدت تبص هتلاقي كل الناس مركزه على اول اسبوع من مايو. اول اسبوع من مايو الناس تبدا ترجع تدريبات، حتى برضه في ايطاليا، حتى في انجلترا كمان. يعني صحيفه ديلي ميل البريطانيه قالت ان انديه الدوري الانجليزي بعت التعليمات للاعبيها عبر الميل، بتقول لهم استعدوا للتدريبات على اول مايو خلال الفتره الجايه. نعم، ده بسبب ايه؟ عشان نوضح للساده المشاهدين، وزاره الصحه العالميه يا جماعه وكل الاطباء في العالم ماشيين على التراكين. التراك الاول هم بيشتغلوا على ان وجود مصل، يطلع مصل اصلا للموضوع، بس المصل مش هيطلع طبعا غير بعد 8-10 شهور، لان فعلا فكره انك تجربه وتشوف تاثيره على الانسان وكمان المضاعفات بتاعته دي بتاخد وقت، وطبعا الدكاتره احسن مني يتكلموا في الحته دي. الحته الثانيه اللي هو بيشتغلوا عليها، بيشتغلوا طبعا على حته ان الانسان نفسه يكون اجسام مضاده، يعني يحصل فيه مناعه شخصيه، مناعه طبيعيه ضد الفيروس في جسم الناس، ودي لحد ما اسرع. مظبوط، يعني الطريقه دي هي الاسرع. هم دلوقتي بيشوفوا ايه؟ بيشوفوا ان في ناس كتيره بتتصاب، زي بالظبط كده رئيس الوزراء البريطاني الحمد لله قدر ان هو يتغلب على
الفيروس ويخرج من العنايه المركزه خلال يومين. ديبالا شفناه رغم ان الفيروس جاله مرتين بس قدر ان هو بيتغلب عليه. بيتغلب عليه ازاي؟ بالاجسام المضاده في جسمه، بعيدا عن طبعا العلاج، لان اي علاج بيتاخد دلوقتي هو علاج مساعد مش علاج بالزبط. اكيد مش اكيد له تاثير، لسه تجارب. انت يعني التامفلو والحاجات دي كلها مجرد امور بتساعد بس المريض، لكن الاساس في مواجهه هذا الفيروس هو حته الاجسام المضاده والمناعه الشخصيه. فبالتالي الارقام اللي بتشوفها وزاره الصحه العالميه ان عدد المصابين وعدد الوفيات لحد ما افضل شويه من بدايه الشهر، افضل شويه من شهر مارس، افضل كتير من شهر الامر بيتحسن تدريجيا، بيدي امل. فهم عايزين يعملوا ايه؟ بيحاول يقول لك طب اوكي نرجع الحاله الطبيعيه سنه بسنه مش مره واحده، عشان احنا ما نعرفش اذا كان في موجه ثانيه من الفيروس ممكن تضرب ولا ما يعرفوش، محدش يعرف، محدش يعرف ان الفيروس ممكن يتحور في اي وقت إن كان. فبالتالي احنا بنحاول قد ما نقدر نرجع الحياه الطبيعيه، العالم كله يرجع الحياه الطبيعيه واحده واحده عشان تقدر العجله تلف، وفي نفس الوقت الناس تحس بالطمانينه. وبرده طبعا اكيد نقطة الأمور الاقتصادية ما تتأثرش بشكل كبير، لأن احنا مش عايزين نخرج من أزمة صحية نخش في كارثة اقتصادية. كارثة اقتصادية. طيب أنا عاجبني قوي موضوع الخطة اللي وضعتها الأندية الدوري الإنجليزي. نعم. واهتمت بيها قوي صحيفة الديلي ميل البريطانية، وقالت إن الخطة دي عبارة عن أربع خمس أجزاء. بدأت بأول جزئية فكرة تزويد اللاعبين بخطط تدريب جديدة في المنزل تهدف إلى زيادة مستويات لياقتهم البدنية حتى 4 مايو. وبعد كده بتتكلم في استئناف التدريبات حتى نهايه مايو. نعم. ويتكلم على بدايه الموسم بقى يبقى الاول 6. لكن كمان حط شويه محاذير ان اللعيبه اللي موجوده في البلد ما تسافرش. طب. تفضل موجوده لغايه لما تستأنف في المسابقه. وان اللعيبه اللي عايزه تسافر لازم تقدم اذن قبلها بفتره. نعم. عشان الراي الطبي هو اللي يكون حاسم في الامر ده. صحيح. عارف فكره الناس مش سايبه الهفوه. اللي انت قلته ببساطه هي خطه. خطه وخطه محتمله. مش بالزبط. مؤكده. بالزبط. وخطه بس الناس قالت اوكي يا جماعه لو احنا مشينا بنفس الظروف اللي احنا فيها في الوقت الحالي، يعني الخطه بتتحط ازاي يا محمد؟ برضو هو بيجي يسال نفسه الوضع الحالي دلوقتي عندي ايه؟ فيقول لك اوكي طيب انا النهارده شفت ان معظم الرياضيين ما تاثروش، وحتى اللي جالهم الفيروس مروان فليني مثلا، مروان فليني كان مصاب بالزبط. بالفيروس والحمد لله ربنا شفاه وعافاه امبارح، واتقال ان هو خلاص النتيجه بقت سلبيه. فقال لك اوكي طيب الرياضيين قال للناس ان هم تعرضا ليه الفيروس والتاثر بيه بسبب ان هم طبعا مناعتهم بسبب ممارسه الرياضه مناعتهم عاليه. قالك طيب اوكي بقى نعمل ايه بقى؟ نعمل نحاول نحط خطه بناء على الموقف اللي احنا فيه. اللي انت قلته ببساطه هو خطه اعتقد مش هقدر اسميها طويله الامد، لان هي مجرد بتتكلم على شهر واحد بس. بالظبط. ان انا النهارده هزود الجرعات التدريبيه للعيبه في البيوت، احط نظام بحيث ان هم يرجعوا التدريبات. واحنا قلنا بايرن ميونخ كان اول نادي في العالم ينزل لعيبته في تدريب جماعي. الالمان كانوا خدوا فقرارات سريعه وفكروا بالزبط. بسرعه. وفعلا شفنا التدريب بتاع بايرن من 10 ايام اللعيبه نازله في مسافه 5 متر او 6 متر اللي وزاره الصحه العالميه قالت عليها، وبيتدربوا بعيدا عن الالتحامات او بعيد عن اي كرات ثنائيه مشتركه تحسبا لان اي حاجه تحصل، وبيمشوا واحده واحده. لو انا عملت التمرين ده 4 مرات والدنيا لقيتها تمام، يا خلي بالك برضه في نقطه مهمه، هم بعد كل تمرين بيعملوا بي سي ار، يعني على طول تحليلات للعيبه شغاله على طول للعيبه على طول. صح. اول ما التمرين يخلص بجرب وبشوف. انا عملت التجربه دي 3-4 مرات ولقيت ان لعيبتي في الظروف اللي انا عايشتهم فيها، مثلا نفترض عملت معسكر تمام خلاص، يبقى انا اعمل ايه؟ اكمل زي ما انا، ما عنديش مشكله. ليه؟ لان اكيد طالما ان الفيروس ما انتقلش بالهواء مثلا زي اماكن اخرى فانا هنا سيف، انا هنا تمام. يبقى هنا ده يديك المؤشر ايه؟ انك تقدر تعمل فكره اقامه المباريات بشكل دورات مجمعه، زي ما كنا بنتكلم ان كان في فكره لاستكمال الاسابيع المتوقعه من الدوري الانجليزي في مدينتين ويحطوا فيهم كل الفرق ومفيش حد هيخرج. وماتشات بقى من الساعه 12 الظهر لغايه الساعه 8 بالليل. ورا بعض. ورا بعض. حتى احدهم ملعب ويمبلي قال لك يستضيف من الصبح لبالليل. ورا بعض. هو بس ده المشكله الوحيده كانت عندهم ان هم الافراد بتوع النقل التلفزيوني والصحفيين اللي احنا ممكن ما نقدرش احطهم في معسكر. لا طبعا. فاهم قصدي؟ تبقى صعب يعني. انا النهارده هقول للاعلاميين باتوا بقى معانا، دي هتبقى صعبه شويه، بيحاولوا يلاقوا حل. انما الحل بتاع الدورات المجمعه في وجهه نظري هو الاقرب للتنفيذ. بالزبط. بحيث ان انت تحط اللعيبه كلها والاجهزه الفنيه والاداريه كلهم بتوع الفرق في مكان واحد وتقفل عليهم يتدربوا، بس طبعا هيبقى فيه لازم ثمن هندفعه. ايه هو؟ ان اللعيبه
هيتم يعني استهلاكها بشكل كبير جدا. انت ممكن تلعب طبعا انت هتلعب 3 ماتشات في 7 ايام، يعني هتلعب ماتش كله 48 ساعه بالاضافه الى التدريبات اليومين. صعب ان انت عشان تلعب ماتش بكره تريح اللعيب النهارده، ده مستحيل. فهي طبعا فتره احنا محتاجين ان الكل يتكاتف فيها، ولكن كل الاخبار اللي في اخر 3 4 ايام تدعو للتفاؤل، وان ان شاء الله بدايه من 1 مايو باذن الله شهر مايو نشوف فيه اول مسابقه للكوره في العالم ممكن ترجع، سواء كان في فرنسا وهي في وجهه نظري الاقرب، او ممكن فرنسا هي الاقرب، او في المانيا وايطاليا كحد تاني. لو دوري من الدوريات الكبرى بدا كله هيقلد، اعتقد كله هيبدا يجي كله بسرعة. هيقلد كله هيقلد. بس اهم حاجه طبعا انك بتتكلم على ان تبقى نسبه الاصابات الجديده ده مهم، لان خلي بقى برضه نقطه مهمه عايزين نوضحها للساده المشاهدين. طبعا حالات الوفاه لسه ما نقدرش نقول ان احنا ممكن نوصل للحاله صفر قريب، لان انت عندك اوريدي في ناس مصابين في الرعايه دلوقتي، يعني في ناس اوريدي اتصابوا من فتره ولسه ما بتحاول انت لسه معاهم في اطار العلاج، وفي الاخر اجل كل انسان عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعيدا عن الفيروس ده ربنا سبحانه وتعالى محدد لكل اجل كتاب، يعني مالناش دعوه بيه. ولكن احنا مهم عندنا رقم مهم، ايه هو ايه؟ الاصابات الجديده بتعلى ولا بتنزل؟ كل المؤشرات بتقول ان هي بتنزل باستثناء امريكا، لحد ما لسه طبعا عشان احنا بنتكلم على عدد سكان كبير قوي. في ولايات ممكن عدد الولايه فيها عدد سكان 40 مليون كبير قوي، ولايات يعني دول طبعا طبعا بالظبط. فاحنا امريكا خلينا نحطها على جنب شويه، هي حاله استثنائيه في الوقت الحالي، وطبعا بس هم برضو عندهم نظام صحي اعتقد يعني قوي جدا، يعني يقدر اكيد طبعا هو يحل الامر في وقت سريع. وبالتالي احنا بنتكلم على الاماكن اللي هي كانت الناس كلها متابعاها خلال الفتره اللي فاتت، وهي بنتكلم على ايطاليا واسبانيا. لحد ما المؤشرات بتقول عدد الاصابات الجديده مقارنه باللي فات لحد ما في ديكلاين بتنزل، فده مؤشر جيد، ده يخلينا ان شاء الله باذن الله على الاسبوع الجاي تبقى حالات الوفاه بتنزل. كنا بنتكلم ان 10 ايام او 15 يوم ان معدلات الوفاه في ايطاليا واسبانيا معديه ال 1000 في اليوم الواحد، النهارده بنتكلم في 600 500، بنتكلم ان احنا نزلنا النص. انت لما توصل لمرحله ان عدد الاصابات اللي عندك اللي بتتجدد كل يوم بتتكلم بقى في 10 5 3 هيبدا الامر يختلف بالظبط. وهيديك مؤشر ان خباك الدكتور دايما الاطباء بيمشوا بحاله ايه؟ بيمشي بحاله ان انا النهارده عندي رقم معين، ده اللي انا عشت عليه بقالي فتره. اول ما الرقم بينزل ده بيديني انا تفاؤل ان النهارده ممكن استخدم عوامل اخرى تخلي الرقم يتحسن اكتر واكتر. بالظبط زي ما احنا بنروح للدكتور في العياده نقول له انا والله عندي الاعراض كذا، قول لي طيب خد الدواء ده ونشوف. اول ما باجي اقول له بعديه انا لما خدت الدواء ده الاعراض عندي، قال لي تقولي حلو قوي، يبقى احنا مسالتنا مساله وقت، مفيش مش شرط انا هقول لك ايه اول ما هتاخد البرشامه دي او ما هتاخد الحقنه دي انت هتتحسن 100%، لا طالما في بوادر تحسن يبقى احنا محتاجين نعمل ايه؟ نصبر، لان برضو مش كل الامراض كلها بتتعالج مره واحده، لا طالما ده حاجه جديده ومفيش عالم طب في العالم كل الوقت يا محمد يقدر يديك اجابه واضحه ومباشره عن كورونا، محدش يعرف، الناس كلها ايدها في الهواء، يقول لك ربما، يعني الامانه نكون صراحه بنتعامل مع كورونا زي السرطان، بنتكلم على كورونا زي السرطان. في ناس تقدر تتغلب عليه، ناس استثناءات، والطبيعي يقول لك لا السرطان ملوش علاج، انا ما اقدرش اعالجه، مفيش حاجه مؤكده تقول لك والله لما ادي العلاج ده انا اقدر اشفي المصاب بالسرطان. وبالتالي احنا بنتكلم نتعامل مع مجهول، ولسه الناس بتعمل عنه ابحاث وبتعمل عنه دراسات عشان بعد كده ان شاء الله في التعامل معاه يبقى التعامل سهل. بالظبط بالظبط زي مثلا ما كان مع ايبولا، زي ما كان مع الانفلونزا الاسبانيه زمان، خدت وقت لغايه لما خدت وقت لما لقينا المصل ليها. التعامل الاعلامي بقى على المستوى الرياضي نعم. مع الازمه دي هل على نفس الحدث على قدر الحدث ولا شايف التعامل الاعلامي ازاي؟ لا وضح لي اكتر بس عشان اعرف اجاوبك. طيب التعامل الاعلامي نعم داخل مصر على الحدث ده، مش هقول لك في اوروبا لان في اوروبا بالعكس انا شايف التعامل الاعلامي هناك على اعلى مستوى نعم بالنسبه للاحداث الرياضيه وقياسها على ازمه فيروس كورونا. شوف طبعا احنا التعامل الاعلامي بتاعنا منقسم لشقين، التعامل الاعلامي العام، وبصراحه ده انا بشيد جدا 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 بكل القنوات الاعلاميه العامه في مصر بصراحه تعاملوا مع الامر بشكل جيد جدا، وقدروا ينبهوا الناس ليل نهار بكل المخاطر، وتم انا بشوف بصراحه يوميا كم هائل من الاطباء والمختصين بصراحه. التعامل الحكومي
والتعامل الاعلامي. الجزء ده ممتاز جدا. ده بيرفكت ممتاز بصراحة. جدا. وبصراحه لو في اي عيب من عندنا احنا كناس عشان نكون صراحه مع بعض بالظبط، لكن في الاخر رحمه ربنا سبحانه وتعالى هي اللي غالبه على الامر ولحد ما مخلينا قادرين. طيب. واقفين في الازمه. الاعلام الرياضي بقى نعم. في الحدث الرياضي دي ازاي نقدر نتعامل مع الازمه دي من اجل الاحداث الرياضيه؟ هل الاعلام في مصر تعامل مع الازمه دي، الاعلام الرياضي تحديدا، بشكل سليم بشكل صحيح في البدايه؟ وضع حلول؟ نعم. في البدايه كنت شايف ان في توهج عن الامر، والناس بتتكلم على كورونا بس، وازاي النهارده صحه الانسان هي المهمه، وازاي النهارده نتفادى هذا الامر، والانديه بتتعامل مع بس. كان في اول 4-5 ايام لحد ما في وجهه نظري، بقول وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن اي شيء يعني. تمام. لقيت ان احنا بدانا الدنيا تهبط شويه، ما بقاش في محتوى كبير يقدر يتقدم. فبدانا نرجع للنوستالجيا، وبدانا نفتش في دفاترنا القديمه ونطلع القضايا القديمه. واتكلم بصراحه يعني، ودي وجهه نظري انا كريم سعيد الشخصيه. طيب ايه الحاجه اللي ممكن النهارده تخلينا نلفت الانتباه؟ هي قضايا النادي الاهلي. وخلي بالك وكل واحد حر، مفيش مشكله خالص، بس نتكلم بصراحه. تم فتح اكتر من قضيه خاصه بلاعبي النادي الاهلي الكبير او الحاليه، يعني برضو خلينا برضو نتكلم بصراحه. برضو الملف التجديد بتاع احمد فتحي وحسام عاشور فتح زوايا كتيره، بس لقيت ان حصل نوستالجيا كتيره لقضايا قديمه، مفادها ان احنا ربما يكون النادي الاهلي بيتاخر على تجديد الملفات. طيب انا افهم تماما ان في ملف كل واحد فيه بيقول وجهه نظره، بس مهم قوي يا محمد بصراحه الامانه تحتم علينا ان احنا نتعلم من اللي حصل. بمعنى في ملفات كتيره جدا احنا من واحنا صغيرين خدت مننا سنوات في النقاش، قضايا واجيال عاشت عليها. تمام. ودي مثلا ملف تجديد الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن في نهايه التسعينات مع النادي الاهلي. الملف ده يعني مثلا لو بنتكلم يعني بعيدا، الكابتن حسام كان في لقاء واتكلم على الحوار اخر 48 ساعه، بس خلينا نقول مثلا ان الملف ده خد من جيل التسعينات وجيل الالفينيات ما لا يقل عن 10 سنين. 10 سنين نقاش بنتكلم عليه، وكل واحد شايف نظر. لا الاهلي كان صح، حسام وابراهيم كانوا صح. ده كان في ناس من جماهير الاهلي لما حسام وابراهيم راحوا الزمالك تحولوا من تشجيع الاهلي لتشجيع الزمالك، والعكس صحيح في اي شيء كان. وخدنا بص يعني ايه خناقات كتيرة قوي في هذا الامر، ولكن انتهت باعتذار من حسام. تمام. فتقصد ان النقاش ده كله انتهى انتهى بكل الامر، كل الملف ده انتهى. انا كنت باعتذار، انا كنت مع كابتن اسلام الشاطر من حوالي اسبوع. تمام. وكنا بنتكلم على حته التصريحات، فانا قلت له، والفيديو موجود اللي يحب برضه يتاكد من الكلام على التشانل الخاصه بقناه النادي الاهلي على اليوتيوب، يقدر اي حد من الساده المشاهدين يروح يشوفها. انا قلت اي لاعب وهو في معضله او في ازمه، خصوصا في موضوع التجديد، اللعيبه لما بتعدي 33 سنه دي ازمه عالميه. طبعا. يعني دي ده ملف في العالم كله. ايه هو؟ ببساطه اللاعب لازم يعرف انه في الديكلاين بتاعه، في النزول بتاعه. ما هي ازمه في المانيا، مانويل نوير عايز يجدد 5 سنين والباير عايز يجدد 2 سنين. يا سيدي هو في بعد توتي؟ وتوتي في روما. وفي بعد توتي. وفي بعد توتي، توتي ده ملك روما، وفي بعد كده تخيل واحد سموه ملك روما. نقاش قعد 2-3 سنين. وفي الاخر كل يعني الملف ده شفناه كوبي وبيست في كل حته. الملف ده اللعيب وهو يعدي 33 سنه ويجي ينتظر نفس المعامله او نفس الاسلوب او نفس الرقم المادي بتاع وانت عندك 28 او انت عندك 25، ده مستحيل، صعب. ببساطه زي ما انا اقول لك يا كابتن وانت عندك 33 سنه لو سمحت افتح سبرنت زي ما كنت بتفتحه وانت عندك 25 سنه. انت هتقول لي يا عم مستحيل، ما دي سنه الحياه. هو انا النهارده جسمي وانا عندي 33 سنه بنفس الفتنس بتاعه 25 سنه بس بعيد عن رونالدو؟ سيبنا من رونالدو على جنب، مستحيل. فالطبيعي يا محمد اللي انا عايز اقوله ان في امور هي كده كده انت هتواجهها في حياتك، زي ما احنا بنيجي نقول عمر اللاعب هو لغايه لعيب الكوره لغايه من 33 ل 35 سنه. عايز توصل في النهايه ان النقاشات والقضايا اللي الناس بتتكلم فيها بعد سنين، في النهايه صاحب الموضوع واضرب تفاصيله
بيرجع بينا لنقطه الصفر في البدايه. ونفسي ولازم نتعلم بقى يعني بص تعالى بقى ايه ناخد الموضوع ده من زاويه جديده. احنا مش هنتناقش فيه تمام، كل واحد حر في وجهه نظره صح يعني ماشي. احنا من حقنا نقول وجهه نظرنا، ومن حق اي شخص يقول وجهه نظره، ومن حق اللاعب يشوف مصلحته، ومن حق النادي يشوف مصلحته. لا تعالى نحلل مره واحده كده، نقف مع بعض كل قضيه تعالى نقول كانت بدايتها ايه وانتهت الى ايه بالظبط. برافو عليك، هو ده اهم سؤال نجاوبه دلوقتي. احنا استفدنا ايه من هذا الكم من التجارب اللي احنا مرينا بيها؟ وهتكلم طبعا فيما يخص النادي الاهلي، يعني نتكلم على قضايانا تمام. القضايا المتشابهه في هذا الامر هي قضيه الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، قضيه الكابتن عصام الحضري، وما يشابهها من قضايا اخرى تمام. بس هم دول الاثنين اللي قعدوا ايه سنين مع الناس، وكان فيها خلاف حاد. حسام ابراهيم كانوا صح، لا الكابتن سيد الله يرحمه كان صح، عصام الحضري كان والله معاه حق، الاهلي ما قدروش في شرط الكابتن، لا والله ده جوزيه والكابتن حسام بدري ساعتها لما خدوا القرار، ومانويل نفسه لما طلع بعد ماتش غزل المحله لو نفتكر الماتش ده، كان 1-0 لما فلافيو حط الجون في الدقيقه الاخيره، لما امير عبد الحميد وقف اول ماتش الامير بعد ما الحضري راح سيون، وساعتها جوزيه هاجم الحضري بشده في المؤتمر، وقال ان هو بيفكر في نفسه وما فكرش في التيم وفي الاهلي ولا في التيم اللي عمله له ولا اي شيء غير المصلحه الماديه. طيب في عامل مشترك حصل بعد هذا الكم من السنوات للكابتن حسام والكابتن عصام الحضري، الاثنين قالوا لو على الزمن ما كناش خدنا نفس القرار. نفس القرار. طب تعالى بقى نعمل فلاش باك. يبقى لما جينا في الاول ناقشنا الموضوع كان عندنا شقين. شق المصلحه العامه ان النادي لما بيجي بيتناول ملف ما بيتناولش الملف بشكل شخصي مع اللاعب، لا النادي بيتناول الملف عشان يرسي قاعده للاعب او لاي حد يفكر زيه. صح. انا ما بتعاملش معاك انت بس، مش انت الوحيد اللي عندي. انا لما باخد قرار معاك باخد قرار يخصك، وكمان يخص يرسي النادي. المبدا لكل اللعيبه اللي تيجي تشوف المثل بتاعك، عشان كده دايما بنقول النادي الاهلي نادي المبادئ. تعال بقى نفسرها عشان الناس تيجي تقول لك يعني ايه الاهلي نادي المبادئ. هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو اللي بنتكلم فيه ده، هو ده اللي بنتكلم فيه ده. نادي الاهلي نادي المبادئ يعني ايه؟ يعني لما اجي ارسي اتعامل مع قضيه او ملف لازم احط فيها مبدا ما يخصش الملف بس بتاع اللاعب، لا يخص الناس كلها. فلما يحصل مره تانية اجي اقول لك تعالى يا استاذ محمد الملف بتاع سعادتك اوريدي مش اول مره يحصل، احنا تعاملنا معاه قبل كده. زميلك كان من 5 سنين حصل مع نفس الموقف، احنا عملنا ايه؟ عملنا كذا، يبقى زي ما عملنا مع فلان هنعمل مع حضرتك. تمام. عارف يا محمد بقى لو زودنا حته عليك ايه اللي هيمسك فيها؟ ليه؟ امسك فيها. ليه؟ ما حصلش لغيرك. ندي مثل العرض اللي قدمه النادي الاهلي لحسام عاشور. احنا درسنا الملف بتاع حسام وشفنا الوضع بتاعه ولقينا ان احنا في الوقت الحالي رغم ان احنا خدنا قرار بعدم اقامه مباريات اعتزال للاعبتنا الكبيره لما بتخلص، بس حسام برضو عنده استثناء بسيط شويه، ممكن نديله حته المساحه تسمح بان احنا نديله حته زياده. فلا حسام لا هنعمل لك ماتش اعتزال. ده حسام طول حياته مالوش صوت في الاعلام، مالوش صوت في، ما عندوش مشاكل، ما عندوش اي ازمه. فلو حسام يعني جه من عنده وقدم الحته دي، لا احنا كمان هنقدم حاجه زياده وهنعمل لحسام مباراه اعتزال. قول لي كده يا محمد، كابتن عماد متعب لما طلع من يومين في حديث وسمع، وكابتن عماد متعب واحد من اساطير، قال لو عندي نصيحه على عاشور امسك في العرض يا حسام. ليه؟ لانه مطعم يعني ما جاليش انا كنت بتمنى حتى جزء منه وانا في مكانك ما جاليش. فهنا بنتكلم في ايه؟ ببساطه هو ده يعني ايه النادي الاهلي نادي المبادئ. انا بحط مبدا عامل الكل. انا عجبني نقطه مهمه جدا. اتفضل. ان انت مسكت في نقطه محوريه. ليه بقى؟ لان بعد اي تصريحات بتتقال دلوقتي الناس بتسمع التصريح وبتقفل الملف، رغم ان الملف ده كان عليه خناقات كبيره. الله عليك. فالكلمه الجميله اللي اتقالت في ختام الملف دلوقتي دي ما ينفعش تعدي. ليه بقى؟ لان نتعلم، لان النقطه دي لازم نتعلم منها كلنا مهما اختلفنا فيها. في نقطه في النهايه صاحب القضيه وصل في النهايه ان النادي الاهلي كان صح. لا انا نفسي بس افهم احنا ايه تمن تضييع وقت النقاش
بجد والله سؤاله ونفسي حتى طبعا الحلقه هتخلص هتخلص بس النقاش ممكن يستمر معانا على السوشيال ميديا او اي حد بيسمعنا دلوقتي بجد والله ايه تمن ايه تمن ضياع سنين من عمرنا في النقاش حوالين قضيه اتعلمنا ايه وبنقعد نقرر فيها كاننا بنحب نلف نفس الدايره في نفس الدايره لا تعال نتعلم حلقه مفرغه تعال نتعلم هدي مثلين مش مثال واحد قضيه حسني عبد ربه لما كان في النادي الاسماعيلي وراح النادي الاهلي تمام فاكر والقضيه احنا ساعتها كل مصر اعلاميين لعيبه اداريين اعضاء مجلس اداره ما كانش فيه ولا واحد فينا قاري قوانين فيفا مظبوط او قوانين تقاط اللاعبين قضيه حسني عبد ربه هي اللي علمتنا ان احنا نفتح اللائحه صح. ونشوف ايه هي قوانين عشان لو الموضوع اتكرر نفهمه ومن ساعتها اتعلمنا الماده رقم 18 وتعلمنا الماده رقم 16 وان اللاعب ممكن يتفاوض بعد 6 شهور اخر 6 شهور في عقده وفهمنا كل الكلام ده من بعد قضيه حسني عبد ربه وتعلمنا خلاص شكرا صح ما اتكررتش خلاص فهمنا وحطينا المبادئ صح كده تمام افتكر معايا محمد ماتش النادي الاهلي والنادي الزمالك 2-0 موسم 95-96 الهدف الشهير الكابتن حسام حسن لما جابه المباراه لما ما استكملتش لما نادي الزمالك انسحب في اخر 5 دقائق ساعتها نادي الزمالك انسحب الماتش ده ليه اعتراضا على الهدف ده كان ايه تسلل لا الفكره الفكره كانت الهدف تسلل. المشكله اللي يعني سيبك ان في بعض القرارات التحكيميه في الماتش الناس شفت المباراه دي خدت مننا سنين صح رغي كتير بالظبط بس ما كانش في ساعتها برامج رياضيه مظبوط ما كانش في ساعتها فار ما كانش في ساعتها التكنولوجيا بتاعت دلوقتي مزبوط. ما كانش في ساعتها الايه الفكر انك ما تقولش حاجه والله العظيم انت فكرتني بماتش انا كل ما اتفرج على هدف يا جماعه ده متغطي ب3 متر لا استنى بس خليك كمل بصراحه والله طيب كمل بصراحه كمل القضيه دي الماتش ده خد مننا سنين والناس كتير فئه كبيره جدا مؤمنه ان نادي الزمالك تعرض لظلم تحكيمي في المباراه دي بسبب الهدف والهدف ايه ده كابتن حسام حسن كان متغطي من نبيل محمود اعتقد ب4 متر ونفس الامر ممكن نتكلم عليه برضو للهدف الكابتن حسن شحاته لا خلاف خالص ان الاخطاء التحكيميه وارده طبعا على الكل بس الاصول ايه تعال نبقى واضحين مع بعض بلاش نعمل قضيه خلينا نتعلم بحيث اقول لك والله محمد بص وانا بتناقش معاك انا كنت غلطان وبالتالي انا اتعلمت قبل ما اجي افتح النقاش معاك هشوف الموضوع واقول رايي بكل موضوعيه بعيدا عن الانتماء لما اجي الف وافكر احنا اتعلمنا ايه من كل المشاكل الملفات الرياضيه اللي حصلت لنا ولا حاجه انتهت بكلمه انا اسف انا ندمان ويوضح ان طالما كان في قضيه ما بين لاعب واداره نادي لازم اللاعب يفهم ان انت وانت بتفكر في اللحظه اللي انت فيها اكيد انت بتفكر لنفسك مستحيل تفكر للمنظومه طالما قلت في النهايه انا ندمان يبقى انت وقتها كنت بتفكر لنفسك ده 100% كل اللعيبه في الوضع بتاع التجديد بعد سن 33 سنه كلهم دون استثناء فكروا لنفسه كابتن حسام ساعتها في موقفه كان عنده مثلا طلب لابراهيم مثلا ساعتها كان النادي الاهلي عرضه انا ممكن ادي حسام سنه او ما اديش ابراهيم فهنا حسام رده لا تفكيره في انا واخوه وعلى الشكل نفس اللعيبه اخرين عصام الحضري لا عصام عصام في 2008 كان واصل للطب انت في قمه مستواك بص الجول بص مش ارجع يعني ولا محتاج فار ولا محتاج حاجه باينه قوي يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بجد والله الناس الصغيره في السن طبعا المباراه دي واحده من اعظم مباريات الكوره في مصر وخدت سنين قوي بص وقت خروج الباص مثلا بص الخيال اعترف بالخيال لو ايه انت على فكره انت مش محتاج تجيب الكاميرا اللي على اللاين لا 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 واضحه قوي بص مين متقدم على خط ال 18 بص خط ال 18 مين اقرب لخط ال 18 هتلاقي حسام ونبيل محمود قريب من نادر السيد بعيده مش بص الكور الماتش الهجمه دي خدت سنين وتاني اهو انا بقولها اهو عشان برضو كل زمايلنا وكل اصدقائنا وكل الساده المشاهدين سواء بيحبوا الاهلي بيحبوا الزمالك بيحبوا الاتحاد برضو هدف الكابتن حسن شحاته برضو ما كانش متسلل صح. دي كلها يا جماعه امور كرويه نفرق وانا بتناقش معاك في امر كروي وان احوله بس في الختام لما توصل في نهايه القضيه تقول انا اسف بالظبط ما بيحصلش للاسف الا بنسب قليله لو في لعيبه هي حابه تقول ده لكن قضيه زي دي
ده اترجمت لمرحله وقالت لك ايه، اصل المفروض كان هيديرها جمال الغندور، فوجئنا بقدر عبد العظيم. احنا رحنا بقى في ملف تاني خالص. لا لا لا، واقول ايه؟ واقول ان الحكم كان نازل بشكل مسبق قبل المباراه يدي الدوري للنادي الاهلي، وافضل اعيش طول حياتي مؤمن تماما. خلي بالك عايز حاجه، انت لو عملت استفتاء على السوشيال ميديا وممكن في بعض الناس من جماهير الزمالك تقول لك ايوه الموسم ده احنا خسرناه ظلم، وهو مؤمن داخليا، ولما تيجي توري له الماتش انسى خلاص. ليه بقى؟ هي اترسخت في عقله كده. اترسخت. هل اللي اتكلم في وقتها واللي اعترض واللي كان طالع عمال يشوح وعمل ازمه كبيره يقدر دلوقتي يتراجع ويقول احنا يا جماعه احنا اسفين احنا كنا غلطانين؟ ده لازم. ليه بقى؟ ده لازم عشان صغيرين. لا 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 استنى بس، ما انت خلي بالك الكوره ما بتقفش عند جيل بس واحد وتقف، وده اللي انا بقوله. مثلا للي شاف قضيه الكابتن حسام حسن وقضيه الكابتن عصام الحضري مع النادي الاهلي، والنهارده اهو برده بالنسبه لعبد الله السعيد، بالنسبه لاحمد فتحي، بالنسبه لحسام عاشور، انت كلهم تشابهتوا في شيء واحد، ان قضيتك لما جيت تدخلت مع النادي الاهلي كمنظومه في قضيه انت بصيت لمصلحتك الشخصيه. النادي ايوه عايز، هو النادي عنده حاجتين، عايز يرضيك لان انت قدمت لي كتير وانا عمري ما اقل معاك، بس في نفس الوقت لازم ارسم مبدا عشان ابقى عادل سواء معاك او مع غيرك، بدليل ما انا في لعيبه عندي دلوقتي عندهم 29 سنه بالظبط، بعد 3 سنين 4 سنين سعادتك انت خلصت صح، وبعد ما هتسيب الكوره عندي غيرك. استنى بس، لا 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 والله ما فوت دي، استنى بقى. طيب لما انت هتخلص الكوره، لما انت هتطلع بره الملعب، فكرك لمصلحتك وحياتك هيختلف ازاي بقى؟ مثلا هتبقى مدير فني صح؟ طيب لما هتبقى مدير فني اكيد في التراك ده او في الشارع ده هيبقى واحد من احلامك ومن كل امالك في المجال ده انك تتولى تدريب النادي الاهلي، صح ولا غلط؟ وارد طبعا. طب انا عشان احقق الهدف ده لازم تبقى علاقتي جيده باتنين في المنظومه، الجماهير ومين؟ والاداره. بالظبط. هل الاداره هتجيبني مدير فني وانا علاقتي بيها سيئه؟ مستحيل. هل ينفع الاداره لو انا حسنت علاقتي بالاداره ينفع يجيبوني مدير فني للنادي الاهلي وانا علاقتي بالجماهير سيئه؟ مستحيل. ما ينفعش. هيقول لك اول ما هتنزل تقعد على الدكه الناس هتهاجمك، صح؟ مزبوط. لا يبقى بعدنا عن الشخص ده عشان ما نعملش مشاكل مع الجماهير. اي حد بيشتغل محتاج ظهير جماهيري يسانده. يبقى سعادتك اول ما خلصت الفترة بتاعت الملعب ودخلت في تراك جديد في مصلحة ليك انت بس، ليك انت، هتبدأ تغير كل كلامك. طب انا بقى اللي ما زلت في المنظومة اعمل ايه؟ انت خلاص قضيتك خلصت صح، وشفت حاجة جديدة في حياتك، وشفت مصلحة جديدة خالص لحياتك. انا بقى اللي انت سبتهم لي اللي ايش مسؤوليتك دلوقتي؟ اللي جايين معانا اعمل معاهم ايه؟ انا اعمل معاهم ايه؟ حاجة اقول لا اوكي، يبقى انا لازم امسك مبدأ عشان ابقى عادل، واجي اقول والله بص يا فلان، فاكر من 5 سنين كان عندنا الكابتن حسام عاشور وكان عندنا الكابتن احمد فتحي، والله احنا ما قلناش معاهم خالص وما صغرناهمش خالص، ده هم كانوا في الوضع ده وقلنا يا جماعه اتفضلوا. عندك الكابتن عماد متعب فاكره؟ هو خرج بره التراك، فتحي وعاشور لسه حابين هم يكملوا، هم حرين احنا يعني ما بنزيدش على حد، واحد حر. طب كابتن عماد متعب اهو بعد ما خرج وبقى النهارده واحد من افضل، شوف رسالته كانت المحللين إيه؟ روح خد نصيحته، هو اكبر منك وعنده خبره اكيد ليه، هو سبقك اسمعه. طيب سيبك من كابتن عماد متعب، ده هيقول لك ما كابتن عماد متعب برضه كمل مع الاهلي، خلاص يا عم. في اكتر من الكابتن عصام الحضري في بعض الاوقات كان بيهاجم جمهور النادي الاهلي، شوف دلوقتي ومتسجله. طبعا متسجله، ده دلوقتي دلوقتي بينصح متسجله. الكابتن حسام حسن ياما دخل في مشاجرات ومناوشات مع الكابتن مع الجماهير النادي الاهلي ومتسجله، بس ومفيش مشكله انسان يغلط، بس تعالى بقى نتعلم. النهارده الناس بتعتذر. طيب نقطه الاتفاق بقى اللي احنا بنوصل فيها في النهايه في اجابه السؤال. نعم. السؤال ما كنتش متوقع كل المعلومات دي كلها وكل الرد ده كله، التعامل الاعلامي طلع من جواك كل ده. اي ما هو بص ما احنا عايزين نتعلم. طيب. هو احنا محمد بجد والله هو اي كان في كام واحد من اللي بيتفرجوا علينا نفسهم يقعدوا مكاننا؟ يا كتير طبعا، وفي المكان ده بالذات كمان ملايين، النادي الاهلي تحديدا كمان ملايين. في ملايين. يبقى احنا النهارده في مسؤوليه علينا بجد والله، في مسؤوليه. ايه المسؤوليه علينا؟ ان احنا نتعلم من القضايا اللي فاتت ونعلم الاجيال الصغيره اللي طالعه، سواء اللي بيلعبوا كوره او اللي نفسهم يلعبوا كوره او اللي بيتابعوا وبتتشكل دماغاتهم. تمام. ببساطه جدا اسهل حاجه ممكن نعملها
والله بجد اسهل حاجه ممكن نعملها واحنا قاعدين ان احنا نمسك في غلطه ونبدا نغذي مشاعر الغضب عند المتابعين ومشاعر التعصب. وبصوا بقى احنا كنا صح؟ لا خالص، احنا عايزين نعلم الناس ان ما تعملش قضيه تفضل عايشه لاجيال كتيره وتغذي التعصب وتغذي الكراهيه وتغذي الناس تشيل من بعض، ونقعد نتراشق على السوشيال ميديا لمجرد ان انا عايز اثبت ان انا اكبر اهلاوي في العالم، او انا اكبر زملكاوي في العالم، او انا مفيش حد بيتكلم زي على السوشيال ميديا. وناس، انا اسف اللفظ، ناس كبيره في السن، صح، ناس كبيره في السن شعرها ابيض، حاسب على كل كلمه انت بتكتبها النهارده وكل كلمه بتقولها. انا اسف، انت النهارده بتخلي فيه ولاد صغيرين كتير ياخدوا نفس المنهاج بتاعك، وبعد 10 سنين يلاقي ان هو فضل عايش مثلا، هو انا عشان كده اديت مثلا بتاع ماتش الاهلي والزمالك، فضل عايش 20 سنه على كدبه، على كدبه، ما كانش فيه اي ظلم، ما كانش فيه اي ظلم، الدنيا كانت واضحه. الملف بتاع عصام وبتاع كابتن حسام حسن وابراهيم ما كانش فيه اي ظلم. كابتن ثابت الله يرحمه لما قال لك شوف مصلحتك ما كانش غلطان، ده كان الصح، ده كان الصح للمنظومه، لمنظومه الاهلي. عصام الحضري لما خد قراره انه سابه وسافر الصبح بدري من غير ما يروح التمرين النادي، كانت ساعتها اعتقد كان يوم الاربعاء، وسافر كان يوم الماتش على طول، وسافر لسويسرا وخدت انت حر شوف مصلحتك. لكن عصام الحضري هو بيفكر لعصام، النادي الاهلي بيفكر ل 30 لاعب، مش ده اللي في القائمه بس دلوقتي، بيفكر لتاريخ وشوف كام لاعب، تاريخ وحاضر ومستقبل. بالظبط، شوف كام لاعب لعب في قطاع الناشئين في وقت وجود الكابتن عصام الحضري بيبص، والناس كلها اللي جت ساعتها، انت بتقول الناس كلها سابت النادي الاهلي وتعاطفت معايا. طب هل بقى النهارده اللي تعاطفوا معاك في 2008 او اللي تعاطفوا مع الكابتن حسام في 98 ضد الكابتن ثابت البطل، ما هو تعليقك بعد الاعلان بالندم؟ برافو عليك، وهل هي رجعوا زيك؟ وهل انت هتمشيهم بالكلمه؟ ده السؤال عايز تطرحه. السؤال اهو. طيب انت رجعت على الموقف اللي انت خدته، هل بقى ان هنفضل ندور يا جماعه والنبي والنبي يا جماعه كام واحد بقى كان ساعتها متضامن مع الكابتن عصام في موقفه فالنهارده نرجعه؟ لا يا جماعه، الفكره في ايه؟ الفكره ان الكوره بتدي شهره لناس كتيره وبتخليك مثل اعلى. المفروض اول ما تعدي سن ال 30 او 32 لازم انت تقف مع نفسك وتقول بعد ما اخرج من المربع من المستطيل الاخضر ده، ايوه، انا هعمل ايه؟ هي دي الكلمه اللي انا قلتها مع الكابتن اسلام الشاطر. كل واحد يحاسب على كلمته. ليه بقى يا محمد؟ هختم الحته دي بايه؟ خلي بقى، للاسف طبعا حاجه محترمه جدا ومهمه جدا وكلنا بنغلط، يعني ما فيش حد فينا ملاك، ولكن للاسف الكتير بيفقد معناه. انا اقول لما اقول انا اسف مره واحده ليها ثمن غالي، تمام، ده محمد اعتذر. بص عنده شجاعه الاعتذار، لكن لو كل يوم محمد قعد يقول انا اسف، ده معنى ايه؟ وحاجه حلوه، بس معناها ايه؟ ان محمد كل يوم بيغلط، يبقى انا المره الجايه انا اسف، لا مش هقدر اعتبر محمد مثل اعلى. ليه؟ انك بتغلط كتير، بتغلط كتير، بس وفيت. طيب بمناسبه الكلام على النجوم ولاعيبه الكوره، نعم، في دور مجتمعي معمول في اوروبا وفي المانيا وفي انديه البريمير ليج تحديدا بشكل طيب جدا، عايز اخد تعليقك عليه ورايك فيه. طبعا في افكار مبتكره من نجوم الرياضه العالميه بره في محاربه فيروس كورونا، يعني مثلا في اقنعه واقيه تم صناعتها ونجوم الكوره ونجوم الرياضه في اوروبا استخدموها عشان تقدر تسوقها عشان او تشتغل عليها عشان اللي مش قادر يشتريها تسوقها له او تساعده ان هو يشتري الاقنعه الواقيه ديت. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه الاطقم الطبيه، في هدف بيقوم به بعض لاعبي البريمير ليج في الدوري الانجليزي مساعده الاطقم الطبيه، بعض الانديه ساعدت في فتح مراكزها ومنشاتها كمراكز طبيه الفتره الجايه. الدور المجتمع ده شايفه ازاي في اوروبا؟ وهل في مصر احنا يعني انا طبعا في مصر للاسف متاخرين في الجزء ده بنسبه كبيره جدا، لكن القياس ده في مصر ممكن يطبق ازاي؟ هو طبعا انا بشوفه هي واحده من اهم الاسلحه اللي بيستخدمها اللاعب الكوره عشان هو مشهور. زي ما كنا بنتكلم محمد لعيب الكوره في الوقت الحالي هو مش دكتور، ما عندوش اي القدره ان هو يعني ينصح الناس طبيا، تمام، لكن ممكن تعمل توعيه بحيث ان انت حاجه ممكن تساعد ماديا ان انا النهارده ببرع بمبلغ معين لسواء للمستشفيات او حتى شفنا امبارح دروجبا يعني اتبرع بشراء مستشفى كامله للمصابين في كوت ديفوار، ودي حاجه المفروض اللعيبه تعملها. اللعيبه خدت
يعني المفروض طوال حياتها أكيد. مبالغ ماليه كبيره سواء من المشاركه مع انديتها او حتى المشاركه مع المنتخبات او حتى طبعا اللعيبه اللي احترفت اكيد بيبقى المقابل المادي عندهم كبير، فبيجي مواقف زي دي ان هم يقدروا يساعدوا. والحاجه الثانيه انت قلتها، بعض اللعيبه حتى في لاعب برتغالي تطوع ان هو يبقى ممرض وساهم وساعد في المستشفى. انا بشوفها هي دي النقطه اللي ممكن لعيبه الكوره تساهم فيها، تساهم سواء ان انا النهارده بساهم بشكل مادي ادفع فلوس واتبرع والنهارده اساعد. واشي طبعا موضوع الكمامات والاقنعه طبعا عامله ازمه في العالم، واصله لدرجه ان في سطو على المراكب والقرصنه على كل الشحنات الطبيه اللي بتم ارسالها من دول الصين. طبعا الصين هي دلوقتي الدوله الوحيده اللي شغاله هي اللي بتبعت الكمامات. فالنهارده اي بلد بتلاقي سفينه معديه جايه من الصين هوب هات بسرعه الحق اقفش اقفش الحته دي. انا بشوف طبعا ادوار مهمه جدا ولازم اتمنى من لعيبه الكوره في مصر برضه ان هم، وبصراحه في ناس كتير حتى برضه شفت كابتن احمد حسن بيعمل بعض الامور الانسانيه حلوه مع بعض الجمعيات. مهم جدا جدا لعيبه الكوره في الوقت الحالي زي ما الناس ادوهم حب يقوموا بالدور المجتمعي مع الناس، لازم يقوموا بالدور المجتمعي. طيب في وقت قصير جدا او في دقائق اخد رايك في ثلاث حاجات سريعه. اتفضل. اول حاجه انفانتينو بيفكر في فتره انتقالات ثالثه. نعم. لان الموسم لو امتد لغايه اوائل يناير او قبل يناير بحاجات بسيطه هيحصل تداخل في مواعيد القيد، فبيفكروا في فتره انتقالات ثالثه تبقى فتره استثنائيه عشان يتم تعديل مواعيد القيد بعد كده. بدون شك الموسم ده او السنتين حتى، مش السنه دي مش الموسم ده، هينعكس على 2021 كله هيبقى سنوات استثنائيه في الكوره. اي حد هيطلع باي فكره جديده تساهم بان العجله تدور ده مقبول. لو تفتكر الموسم اللي احنا قلنا فيه الانديه بتلعب بطوله عربيه وانديه افريقيه والدوري بخلاف الارتباطات للمنتخب او المنتخب الاولمبي، ساعتها احنا قلنا دي سنه استثنائيه يا جماعه. تمام. وعايزين نعديها بسرعه. طيب يورجن كلوب النهارده في تصريحات ليه قال بعاقب اي لاعب يتاخر عن ميعاد التمرين الساعه 10 الصبح، لان ميعاد التمرين الساعه 10 كل لعيبه بتحضر، ومن خلال الفيديو كونفرنس بيبدا يشتغل مع كل. طبعا ارساء للمبدا، والنهارده حتى لو في ظروف استثنائيه لازم نفضل مكملين على المبدا. عارف بالظبط كده يا محمد ايه؟ زي اشارات المرور بالظبط. لو احنا مثلا النهارده في ساعات الحظر لو في حد يعني مجبر ان هو يمشي في ساعات الحظر حتى بتصريح، لما بتيجي تشوف الاشاره حمراء لازم تقف، مش معنى الطريق فاضي ان انت تكسر القاعده. ليه؟ عشان دايما تحس ان الحياه لسه ماشيه بنفس اسلوبها. تمام. اعاده نهائي مونديال 2014 عمل جذب ل 1,670,000 مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا المباريات الافتراضيه دلوقتي شغاله بره بالزبط. وانت حتى طالبت بمباراه افتراضيه، شفت البوست بتاعك على السوشيال ميديا، طالبت بيها من فتره واخيرا يعني سمعت ان في مبادرات بالظبط الناس تستجيب ليها وفعلا ممكن تتعمل المباريات الافتراضيه عشان يحصل نوع من الدعم من الناس انها تشتري تذكره حتى لو مش هيروح. برضو دي اعتقد ادوار حلوه بتخلينا نحس بانسانيتنا مع بعض. اكيد كريم نورتني وشرفتني واديتني جرعه التفاؤل على المستوى الشخصي. ان شاء الله يا محمد باذن الله باذن الله الغم يتنزح قريب يا رب باذن الله. بشكرك يا كريم وكل التوفيق ليك يا رب، وبنتظرك كل يوم ثلاثه يبقى عندنا جديد دايما لكل المشاهدين. اكتفي بهذا القدر من الفقره الحواريه الثانيه، وكانت فقره ممتعه لان فيها بالتاكيد تفاصيل مهمه وعناوين وموضوعات رئيسيه اتكلم فيها زميلنا العزيز الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. بعد الفاصل فقره الذكريات تاريخ النادي الاهلي، وهنا عندما نستحضر التاريخ بنتكلم عن الحاضر والمستقبل، والمستقبل يا رب باذن الله يكون مشرق لكل جماهير النادي الاهلي. فاصل والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. تاريخك مجرد ما تستحضر ذكرياته وتشوف كتاب التاريخ ايه اللي اتقال فيه وايه اللي اتكتب فيه، اكيد هتلاقي فيه طريق للحياه خلال الفتره الجايه، وده بمعنى ادق وبمعنى اشمل هتلاقيه داخل تاريخ النادي الاهلي منذ عام 1907 ولغايه اللحظه اللي بنتكلم معاكم حاليا على شاشه قناه النادي الاهلي. لذلك في هذه الفقره هندور على طريق الحياه او طريق الحياه من خلال تاريخ النادي الاهلي. برحب باثنين من النجوم والضيوف الثابتين معانا في هذه الفقره اللي بالتاكيد بنستمتع بيهم كل يوم ثلاث اول ما بنفتح كتاب التاريخ وبنستفيد في تاريخ النادي الاهلي. استاذ سعيد وهبه المؤرخ الرياضي والناقد الرياضي، برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك يا محمد. اشكرك جدا. اشكرك يا محمد. استاذ محمد مصطفى ناقدنا الرياضي برحب بيك ومنور الدنيا. الله يخليك يا استاذ محمد، وانا دايما كالعاده بقول انا بسعد بالقعاد مع الاستاذ سعيد وهبه. وبعدين انا عايز اقول حاجه في الحته دي، انا مش ناقد رياضي. تمام. يعني عشان ايه الناقد الرياضي ده حاجه كبيره قوي. تمام. واي حد بيتسمى ناقد رياضي دي لازم يكون عدى مراحل كتير قوي. لا المؤرخ الرياضي.
لا ده يعني نص مورخ يعني احنا بنتعلم الاستاذ سعيد. انت مثقف يعني انت مراقب مثلا كده. الله يخليك يا استاذ محمد. طيب انا قلت تاريخ النادي الاهلي بما ان الاحداث الحاليه فيروس كورونا وتاثيره، الحاضر بالنسبه لك مش واضح، المعالم المستقبل ممكن يكون مظلم. فعندنا تاريخ، عندنا اسم كبير، تاريخ النادي الاهلي هو طريق للحياه. كتاب التاريخ وقراءه تاريخ النادي الاهلي شايفه ازاي وهل بيتقري صح؟ هو انا يعني عايز اقول لك حاجه، يعني اصعب من كتابه التاريخ قراءه التاريخ اصعب من كتابته. ليه؟ لان انت لما بتقرا التاريخ، لو انت قارئ جيد، نظرتك للتاريخ هتبقى اعمق، وهتقدر تصدر احكام وتاخد عبر ودروس. القراءه انت بتبص لها من كذا زاويه، يعني مثلا الكوبايه اللي قدامك دي انا شايفها من زاويه وانت شايفها من زاويه تانية، ورؤيتنا مختلفه في زاويه ثالثه. التاريخ كده عشان تستخلص منه دروس وعشان تفهمه صح وعشان تشوف الحقيقه مظبوط، لابد ان انت تشوف السياق كامل والظرف التاريخي لكل حدث ايه. ما ينفعش اخد حته صغيره كده من التاريخ واقول مثلا يعني ان اول رئيس نادي الاهلي كان انجليزي وكانت مصر محتله، واصدر حكم، اخد قرار بقى ان ده خيانه وده كلام من هنا، حكم غير موضوعي او حكم غير واعي او حكم فيه قدر من الجهل. ليه؟ لان ميتشل انس ده اول رئيس نادي الاهلي، صحيح هو انجليزي بس لم يكن ممكنا ان يكون هناك قلعه ارضيه اسمها النادي الاهلي من غير واجهه، يعني من غير واجهه بمثل هذه الشخصيه. هذا الرجل كان له نفوذ كبير جدا، وكان هو الامر الناهي في وزاره الماليه او على شؤون مصر الماليه، وبالتالي انت هنا قرار اختياره كان مهم جدا عشان تمرر المشروع. وده قرار، يعني قرار سياسي بالدرجه الاولى بامتياز، يعني موقف سياسي بامتياز. ميشيل انس قعد سنه واحده ومشي وخلاص وملوش اي ذكر في التاريخ، لكن المجموعه اللي عملت اتصرفت تصرف سياسي ذكي جدا. فلما انا اقول ميشيل انس بس واسكت وانسى ان كان اللورد كرومر هو الحاكم بامره في مصر، ان كان ميزانيه مصر كلها الانجليز هم اللي بيحطوها، وكانوا بيصرفوا على الجيش بتاعهم جيش الاحتلال من ميزانيه مصر، يعني كان. فانت هنا هنا قراءه التاريخ مهمه جدا. الظرف التاريخي كان شكله ايه؟ الظرف شكله ايه؟ ما ينفعش يعني اشف التاريخ يعني بطريقه الجزارين، يعني مهم قراءه التاريخ بشكل دقيق. ما ينفعش يعني زي الدبيحه كده واشف منه حته واقول هو ده التاريخ. هو ده التاريخ. فده دي مهم جدا. وبالتالي قرايه التاريخ اصعب من كتابته. اصعب قراءه التاريخ اصعب من كتابته. تمام استاذ محمد، ليه بنتكلم عن تاريخ الاهلي؟ لا احنا ليه بنتكلم عن تاريخ الاهلي؟ تاريخ الاهلي يجب ان نتحدث عنه مرارا وتكرارا، والنهارده وبكره وبعده وبعد 100 سنه. تمام. وما نفضلش ما نبطلش كلام فيه. اللي هيسمعه الجيل اللي موجود دلوقتي، الاجيال اللي بعديه لازم تسمعه. ولازم تكرر، وكل ما تكتشف حاجه جديده لازم تقولها، ولازم تفضل تعلم الاجيال تاريخ الاهلي، ولازم الجيل ورا جيل ورا جيل يعرف تاريخ الاهلي. زي ما جيل بيسلم جيل في إدارة النادي الأهلي، جيل بيسلم جيل من مشجعين وجمهور النادي الأهلي. تمام. من الناس اللي بتتكلم عن تاريخ النادي الأهلي. ده 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 الحفاظ على تاريخ الأهلي زي الحفاظ على التراث، زي إنك تحافظ على أثر من آلاف السنين. ده تاريخ، ما هو ده تاريخ الأهلي، إحنا قلنا من تاريخ مصر. أكيد. دي خلاصة الموضوع. تاريخ الأهلي يجب أن تتحدث عليه دائما، ويجب أن يعني لازم ان انت حتى هنا في القناه يجب ان تعمق تاريخ الاهلي، بعيدا عن برنامج وبعيدا عن توك شو زي كده وبعيدا عن ده كله، بانك مثلا يتعمل هنا افلام تسجيليه في كل حاجه في تاريخ الاهلي، يتعمل هنا افلام وثائقيه شرايح تشرح على طول وانتصاراته. اصل تاريخك، ومالكش تاريخ ملوش حاضر وملوش مستقبل. ولو الحاضر والمستقبل مش واضح في ظل الظرف الحالي، افتح كتاب التاريخ هتلاقي فيه طريق للحياه. بالظبط بالظبط كده. بالظبط كده. طيب استاذ سعيد، قبل ما اطلع لفيديو مهم جدا واحنا بنتكلم عن تاريخ الاهلي، وهو ده البدايه اللي من خلالها هنبدا نتكلم على التاسيس وانشاء النادي والاجراءات اللي تمت وقتها من خلال اللجنه العليا. لو صنفنا مؤسسي النادي الاهلي ممكن نحطهم تحت عنوان ايه؟ ممكن تحطهم تحت عنوان النبلاء. النبلاء. او ممكن تحطهم تحت عنوان ثاني المصلحون. يعني دول مجموعة من الإصلاحيين.
نبلاء ومصلحين بينطبق على كل واحد فيهم. ليه؟ لأنه سلوكهم أو أدائهم كان أداء ناس مصلحين. ما تقدرش تقول عليهم مثلا إن هم مناضلين أو كلام، لا، في دايما عندك فريق بيبقى إصلاحي، والمصلحين دول هم اللي بيقوموا بدور عظيم جدا في تأسيس أي دولة. المناضلين أو المجاهدين دول بيحركوا الأمور إلى حد ما، لكن هو البناء الحقيقي لمصر بناء مصلحين من هذا النوع. في ذلك الوقت أو في ظروف إنشاء النادي الأهلي كان في حركة تنوير واسعة جدا بدأت برفاعة الطهطاوي ومحمد عبده. محمد عبده نموذج من الإصلاحيين. تمام. الإصلاح هو عمل إصلاح كبير جدا في الدين بمفاهيم النهاردة أو معايير النهاردة، جدد الخطاب الديني بس تجديد حقيقي. تمام. وناضل من أجل ده، بس ناضل بشكل إصلاحي. إصلاحي يعني إيه؟ يعني مش في الشارع، لا، ده ناضل نضال كبير جدا في أنه هو نضال فكري. فدول يندرجوا تحت مجموعة النبلاء، مجموعة المصلحين. ولو شفت تاريخهم هتلاقي هم فعلا يعني تاريخ جماعة من المصلحين اسمهم ريفورمرز، واخد بالك؟ وهتلاقي كل واحد فيهم بينتقل ريفورماتيف يعني كل واحد فيهم مصلح في حد ذاته. واحد اصلح في الاقتصاد، قاد الاصلاح الاقتصادي، او ابو الاقتصاد المصري الحديث وابو الصناعه اللي هو طلعت حرب باشا. واحد ابو التعاونيات، هتلاقي ابو دي كتير قوي. واحد ابو الدستور المصري، ابو احسن دستور او اول دستور في تاريخ مصر، دستور 23 اللي هو حسين رشدي باشا، اللي هو كان اللي كلفه عبد الخالق ثروت باشا ان هو يتولى لجنه اعداد الدستور. هتلاقي فيهم واحد ابو الدبلوماسيه المصريه اللي هو عزيز عزت باشا، اول سفير مفاوض لمصر في لندن بعد حوالي اكثر من 400 سنه مصر ما لهاش تفويض او ما لهاش تمثيل دبلوماسي في الخارج، كان بيمثلنا اتراك وكان بيمثلنا انجليز. فانت هتبص اباء اربع حاجات، يعني في اربع اباء، وابن رائد التعليم يعتبر تلميذ علي مبارك في التعليم المصري، امين سامي باشا. امين باشا احد المؤسسين اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه اللي فاتت. اه ده ابن واحد من اهم رموز رواد على فكره. تمام. اهم رواد التعليم. فانت بصدد مجموعه من النبلاء او مجموعه من المصلحين او الاصلاحيين، ودول بيبقى دورهم مهم جدا. واحد اسس قاعده اقتصاديه جامده جدا، دي قاعدة اقتصاد مصر الحديث وقاعدة صناعية جبارة. واحد قاعدة التعاونيات كلها، النظام التعاوني كله، الجامعات الاستهلاكية والجامعات التعاونية والفكر الاقتصادي التعاوني برضو ده ماشي بالتوازي مع، ويمكن كمان بذات الأهمية مع طلعت حرب. واحد أسس للدبلوماسية المصرية العريقة، ومصر عندها، يعني مصر شهيرة بأن عندها دبلوماسية عريقة. والرابع أسس احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا الدبلوماسيه والاقتصاد والتعاون. تمام. وفي حاجه رابعه انا قلتها من شويه اللي هي حسين رشدي، اللي هو القانون. القانون. الدستور المصري. ابو الدساتير، او ده ممكن نسميه ابو الدستور المصري، لان ده كان، خلي بالك، ده كان فقيه دستوري ويعتبر واحد من علماء الدستور. هما الاثنين، هو واللي جابه. اللي جابه مين؟ عبد الخالق ثروت باشا. وخلي بالك يعني في هنا برضه ملاحظه ناخدها في الاعتبار على معنى النبلاء. حسين رشدي ده كان رئيس وزراء مصر من 1914 ل 1919، وثلاث وزارات. وفي وقت من الاوقات زي ما قلت انا في الحلقه اللي فاتت، كان حاكم مصر الفعلي لما الانجليز بعد ما قامت الحرب شالوا عباس حلمي الثاني، وعين هو حاكم بالنيابه أو والي بالنيابة أو سلطان بالنيابة لمدة 7 شهور. قعد حوالي 5 سنين بيشكل وزراء. بعد كده اللي جه بعديه سنة 22 جه عبد الخالق ثروت باشا. فلما جه عبد الخالق ثروت باشا هو اللي جابه رئيس لجنة. تخيل أنت، يعني ده كان رئيس وزراء وقبل أن يكون رئيس لجنة، بس دي الروح الرياضية أو دي ده النبل، لأن هو بيخدم خدمة عامة. وهو يعني كان رئيس لجنه تاسيس الدستور. اوكي. و
تلك قصة أخرى. تلك قصة أخرى هيجي وقتها. طيب دي جزئية متعلقة لو بنصنف مؤسسي الأهلي تحت عنوان إيه، لكن هنفتح كتاب التاريخ عشان ناخد منه طريق للحياة في الفترة اللي جاية. نتابع جزء من كتاب التاريخ من خلال هذا الفيديو. حضراتكم من جديد، وزي ما قلنا بنفتح كتاب التاريخ عشان نشوف طريق الحياة بالنسبة للمرحلة الجاية. وكتاب تاريخ النادي الأهلي مليء بالمواقف وتفاصيل كتيرة جدا، بالتأكيد هنبدأ بقى في الحديث عنها. طيب أستاذ محمد، اللجنة العليا كيف صارت في إجراءات تأسيس ونشأة النادي الأهلي منذ عام 1907؟ طيب احنا اتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتت وقلنا ان احنا هنمشي بخط عرضي في موضوع التأسيس. تمام. التأسيس بالذات هتشرح كتير، على اساس بعد كده هناخد بقى النادي بخط طولي، الرياضه والكره ماشيه ازاي، الفن كان ماشي ازاي، السياسه والناحيه الوطنيه كانت ماشيه ازاي، المواقف التربويه والمبادئ اتنشات ازاي. فالنهارده ان شاء الله ربنا وفقنا ونخلص التاسيس وافتتاح النادي، عشان دي زي ما قلنا قبل كده اخطر مرحله. اللي هتكلم فيه عباره عن نقاط سريعه في المحاضر بتاعت النادي الاهلي لغايه 1909 للافتتاح. تمام. وفي خلالها هنتكلم عن شخصيتين من ابرز الشخصيتين اللي كانوا في المرحله دي. يعني التاسيس كان 1907 والافتتاح 1909. 1909 تقريبا سنتين. تمام تمام كده. طيب احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت تعيين محمد افندي شريف كان اول قرار لتعيين اول موظف في تاريخ النادي الاهلي، مدير النادي بالظبط. واحنا قلنا برضو ان هذا الشخص يعتبر بهذا التعيين هو اللي حافظ على سجلات النادي الاهلي، انه كان بيحتفظ بيها كلها كموظف مسؤول. تم تكليف في نفس الجلسة ان اسماعيل سري باشا، وكده كان مهندس، يعمل رسم لبيت النادي، كلاب هاوس كانوا بيسموه كده زمان، مش مبنى اجتماعي، خد بالك. طيب نخش على اللي بعد كده. كان طبعا وتم تكليف برضو عمر بيك لطفي انه يعمل عقد الشركة. في الاجتماع اللي بعده 10 مايو 1907 اتعرض مشروع اللجنة وطلبوا بعض التغيير فيه، مشروع الشركة طلبوا بعض التعديلات فيه. اتعرض عليهم الرسم بتاع البيت وطلبوا طب رسم تاني منه عشان نقدر نشوف ونحسن. ده كله احنا لسه حاجات سريعة في المحضر في 13 يونيو، بعدها بشهر تناقشوا في الرسمين اللي جابهم
والمصاريف ورسيو على رسمي منهم وطبعا تعديل بسيط ونبدا نشتغل. اللي جابهم اسماعيل سري مش اسماعيل سري باشا الاثنين تمام كده. تم انابه عمر لطفي بيه وكان محامي انه يكون من هو المنوب عن النادي في جميع المنازعات القانونيه. خد بالك انت لسه بتعمل اجتماعات وبتاسس وبتحط اسس من اول اجتماعات. ده موظف ده اللي هيمسك بالمفهوم الحديث ده اللي هيعمل بتعمل نظام بالمفهوم الحديث. ده الممثل القانوني للنادي يعني ده اللي هو عمل عقد التاسيس وهو الممثل القانوني. اتفضل يا محمد. في نفس الجلسه بقى كان في قرار شويه يعتبر غريب. انت لسه بتاسس وبعدين هيبقى في فلوس تمام هيبقى في مصاريف هيبقى في حسابات مع البنوك. لا لازم نتعاقد مع مكتب محاسبه. شوف فكر الناس اللي كانت قاعده دي وقتها. الناس دي كانت بتتعامل مع النادي الاهلي كمشروع من مشروعاتها. دي فكره بعد اذنك يا محمد دي فكره الشفافيه او ترانسبيرنسي. في شفافيه من البدايه من اول وهله في شركه محاسبه هتتولى الحسابات الشفافيه ترانسبيرنسي. فانت لما تيجي تعمل من الاول بتعمل نظام مؤسسي عشان نرجع تاني للكلام اللي قلناه. انت بتاسس النادي الاهلي في اطار مشروع كبير لمصر الحديثه اللي بدات من 1900 في بدايه القرن العشرين. فعملته زي اي شركه بتعملها مسؤول موظف فتعاقد مع شركه كان ساعتها الشركات شركه محاسبه جديده في مصر كان ماسكها كانت اسمها روسل كيريات. ده كان اسكتلندي وجه هنا عمل شركه محاسبه في مصر مكاتب محاسبه. ما كانش فيه لسه الفكره انتشر لكن كمان كانت الشركات كلها اجنبيه. عقد التأسيس لا ده مش عقد التأسيس ده عقد الشركة اللي انت بناء عليه هتشتري أسهم وتاخد العقد ده وتاخد أسهم اللي هي ده عقد ده شركة ده عقد شركة التأسيس النادي الأهلي تمام عقد الشركة نفسه مش تمام كده. وبالتالي انت بدأت من اليوم الأول في النادي الأهلي ده. أنا ليه بقول سطور معينة من المحاضر لأنها بتدل على أن الأهلي نشأ بنظام مؤسسي من اليوم الاول لتاسيسه بالظبط في كل شيء. انت بتعمل خطوط عريضه في كل حاجه وبتنفذها وبتتعاقد. يعني تيجي في الاجتماع اللي بعده لو انت تقرا بقى المحاضر تلاقي راح وقعد معاه وقال له انا عايز محتاج ومحتاج طب اعمل له هو كمان عايز عقد بالفرنساوي عشان لما يجي يشتغل في المحاكم. كانت المحاكم بتشتغل باغلب شغل فرنساوي والمحاكم مختلطه فلازم يكون عندي عقد بالفرنساوي. وانا بتعاون مع النادي الاهلي بتعاون مع محاكم مدنيه مصريه ومحاكم مختلطه لو حصل اي نزاع مع حد اجنبي بتضطر. فتخيل انت من اليوم الاول شغال ازاي. عشان كده انا بقول نقط سريعه تمام. كان القانون بتاعك مستمد من القانون الفرنسي بالظبط وبالتالي كان كل القضايا او كل المكاتبات او كل العرائض الدعوه كل ده كان باللغه الفرنسيه باللغه الفرنسيه. طيب 18 يوليو 1907 تمت الموافقه على التعديل اللي طلبوه من عمر لطفي في عقد الشركه اللي هو اتعرض من شويه وطلبوا وخد بالك من الرقم ان يطبعوا 1000 عقد ب 1000 سهم. لان الرقم ده مهم جدا هنجيله بعدين لانه في مشكله في المشكله الماليه للنادي تمام. ويبدا التوزيع على المعارف والاقارب والدايره المحيطه اللي هم عارفينها يطرحوا 1000 سهم يعني 5000 جنيه وده كان مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت. هتعرف ان مبلغ كبير جدا لما تعرف النادي الاهلي كانت مشكلته كلها في 2000 جنيه. حصل ازمه ماليه في النادي بسبب 2000 جنيه فتعرف ان قيمه 5000 جنيه قد ايه تمام. وفي نفس الوقت بقى بدا طرح الاسهم. وفي نفس الاجتماع ده قررت اللجنه العليا ان يكون ناظر المعارف رئيسا للجمعيه العموميه للنادي. هنا حصلت المغالطه التاريخيه في ان سعد زغلول باشا كان رئيس الجمعيه العموميه في الوقت ده. فعلا كان سعد باشا وزير المعارف. انت قلت ان ناظر المعارف اللي هو وزير المعارف اللي هو نظر المعارف اللي هو نفس الاسم المسمى هو رئيس الجمعيه العموميه. فالناس قال لك ده كان سعد زغلول يبقى كان سعد زغلول هو رئيس الجمعيه العموميه. لا هي القصه ان انت بتاسس وبتحط اساس وبتعمل اساس للنادي ولسه ما بنيتوش وبالتالي الجمعيه العموميه اتعملت بعدها بسنين. كان سعد زغلول ساب المنصب وكان سعد زغلول جه مكانه وزراء معارف تانيين وبالتالي هي بس في ناس ربطت بين تاريخ القرار ومين اللي كان وزير معارف في ذلك الوقت تمام مش اكتر من كده. ده الخلط اللي حصل. هو كان وزير بعد اذنك هو كان وزير بحكم منصبه تمام. وكانت الرياضه ايام كانت وزاره المعارف ايامها بتشرف على الرياضه كان في نشاط رياضي واسع جدا في المدارس وقتها وبالتالي ما كانش في جهه
تقدر تقول ممكن ترعى الرياضه الا هذه الجهه. وبالتالي هنا مغالطه تاريخيه، وتاريخ الرياضه الحقيقه فيه مغالطات كثيره جدا، لانه لم يكتب يعني في احيان كثيره بشكل صحيح، لم يوثق بشكل صحيح. الرياضه كانت في البدايه لم تكن تحظى باهتمام في المنشورات او في الصحف في ذلك الوقت. وبالتالي لما تيجي تدرس في المرحله دي يعني متعبه جدا، مجهده جدا لاي باحث عايز يدرس ايه اللي بيحصل. انا عشان اعرف الـ يعني ظروف التاسيس دي ايه، كان لازم اقرا التاريخ، تاريخ مصر في الفتره دي. يعني لازم افتح كتب التاريخ اللي اتكلم عن هذا الزمن، يعني مش 1907 بس، لا قبلها ب 10 سنين 15 سنه. الحياه في مصر كان شكلها ايه؟ الدنيا كان شكلها، نظام التعليم كان شكله ايه؟ الميزانيات كانت شكلها ايه؟ السلطه كانت في ايد مين؟ وبعديه كمان بكام سنه. فانت عشان توصل لمعلومه صغيره ممكن الواحد يقرا كتابين ثلاثه. ومن هنا بقول لك يعني قراءه التاريخ، او عشان تفسر حدث من الاحداث، او توصل لحقيقه من الحقائق، او توصل لرقم حقيقي، لازم تقرا كتير. ودي مساله مش سهلة ومجهدة جدا، بس مسألة مهمة جدا، لأن ده زي ما قال محمد، ده جزء من تراثك المهم، تراثك القومي يعني. صح صح، اتفضل. فطبعا زي ما قلنا كده، فاحنا بنصح وقعة تاريخية. بص، من الممكن جدا نطلع نقول إن سعد زغلول باشا كان رئيس الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ونفخر بهذا الشكل، لكن أقدر أقول بدقة، زي ما أنا أرفض تماما أن حد يعبث بتاريخ النادي الأهلي ويكتب أي شيء غلط، أنا ما ينفعش أن أنا أفخر بشيء مش موجود، لأن العبث بالتاريخ أمر سيء جدا، وبتسبب في تشتيت ذهن الناس اللي بتتابع تاريخ الأهلي. صح، لازم تاريخ النادي الأهلي يوصل كما هو، مش كما أنت تريد. ده فرق كبير جدا، ده فرق في المعنى كمان، يفرق كتير. انا عايز ايه؟ ده موضوع تاني. ده يفرق كتير هنا أوي. هنا المصداقيه، ده مش انتماء وتشجيع فرق. لا لا لا، هنا مش كره فاول. لا هي مش لا فاول. احنا بننتمي، انت بتنتمي اساسا للحقيقه، لان انت بتخاطب ناسك، بتخاطب شعب، بتخاطب، تحترم عقولهم. فانت انت هدفك الاساسي، التارجت بتاعتك، وصول حقيقه. الحقائق كانت ايه؟ مش هيبقى يعني جميل بالنسبه لنا ان انت تمحك في سعد زغلول، تقول ان هو رئيس اول الجمعيه العموميه، وهو مش عارف ايه. سعد زغلول في وقتها ما كانش بطل قومي، يعني ما كانش حاجه لسه كبيره، كان لسه ما ظهرش كبطل. وبالعكس كان في خلاف بينه، وكان في خلافات بينه وبين مصطفى كامل وبين الحركه الوطنيه، وكانوا كانوا بيهاجموه كتير وكده. نجم بزغ في ثوره 19 بعديها ب 12 سنه، بعد تاسيس النادي الاهلي ب 12 سنه. فيعني فالتمحك، احيانا التمحك في حاجات زي كده يقلل من مش الموضوعيه، بس مش طعن في الموضوعيه، لكن بيقلل من قيمه الحدث نفسه. يعني المعلومه نفسه التاريخيه اللي بتقول ان سعد باشا زغلول كان اول رئيس للنادي الاهلي، كان اول رئيس جمعيه عموميه، رئيس جمعيه عموميه، غير حقيقه، غير صحيح، غير صحيح. هو تم ارسال خطاب لوزاره المعارف ان الموافقه، التقرب بالموافقه على ان يكون وزير المعارف رئيسا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. تمام، هو جات الموافقه فعلا من وزير المعارف اللي هو كان سعد زغلول. تمام، لكنه لم يكن رئيسا لاي جمعيه عموميه، ما حضرش المقر النادي. انت لسه ما افتتحتش النادي. انت خدت قرار ده بعدها بكام شهر، كان ساب الوزاره. تمام، انا بس باكد على المعلومه. باكد معاك على المعلومه وتفاصيلها. النادي اللي حين افتتح النادي لم يكن سعد زغلول وزير المعارف. وزير المعارف وقتها. طبعا. فبالتالي هو قعد سنه وزير المعارف بس. وبالتالي دي حته بناكد عليها ليه؟ زي ما قال الاستاذ سعيد، يجب ان تكون دقيق جدا جدا في التاريخ. التاريخ والارقام ما ينفعش فيهم اي اهواء أي او اتهامات، اي اجتهاد، اي اجتهاد. مظبوط، انت ممكن تربط احداث ببعضها، وده وارد. وعلى فكره حتى الربط ده ممكن انا اربطه بطريقه، الاستاذ سعيد يربطه بطريقه تانية، لكن خلي بالك طالما في ورق مكتوب ووثيقه مش هيبقى فيه اختلاف، مش هيبقى فيه اختلاف، قرايه مختلفه شويه بس. طيب نخش على الحدث اللي بعده. انت بتتكلم دلوقتي في المحضر اللي بعده في ديسمبر 1907. اوكي، تمام. البناء شغال والمقاول شغال، ووصل تكلفه حوالي 1560 جنيه. بتعمل بقى الكلاب هاوس، خلاص شغال. شغال في اسوار، وتعامل الكلاب هاوس على فكره. تمام كده، وتم وهيعين جنايني في النادي، وتم تعيين جنايني ومساعد جنايني، كان ب 2 جنيه في الشهر في الوقت دوت. تمام تمام كده. لكن حصل بقى هنا، نبدا في اول ازمه في الاهلي حتى قبل انشائه. اول ازمه في الاهلي قبل انشائه. في التوقيت ده الاسهم ال 1000 سهم ما قدروش يوزعوها كلها. اللي توزع منها حوالي 633 سهم. 5 في 600 ب 3000، ويعني حوالي 3150 جنيه. جنيه.
فبدا تفكير في ان احنا بقيه الاسهم نوزعها على اشتروا بنسب، يعني اللي اشترى 1000 مثلا اللي اشترى 100 ياخد 10، اللي اشترى مثلا 50 ياخد 5. واخد بالك؟ اترفض الاقتراح. زائد بقى كانت في مشكله ثانيه، ان في بعض الناس من اللي اشترى اسهم ما دفعوش كل الفلوس لاسباب كتير جدا. على فكره كانت في ازمه دايما في مصر، اللي كان بيخرج بره القاهره ده كانه سافر الولايات المتحده بلد ثانيه، يعني لا بلد ثانيه خالص. وما كانش فيه، يعني انت النهارده حتى اللي بيسافر امريكا واستراليا كندا في تليفون. زمان كانت العمليه صعبه جدا، التليفونات ما كانتش في الوقت ده كانت مش سهله. عدد التليفونات في القاهره كلها كان محدود، كان في حوالي 70 80 تليفون بس في القاهره، من ضمنهم الوحيد اللي معروف كان مصطفى كامل، كان ليه تليفون. يعني كتير من البشوات ما عندهمش جوات، انت تخيل ده. فكنت بتتكلم في وضع كان صعب قوي يعني، وعشان يجي يتواصل كانت مشكله. كانوا يقولوا فين فلان عنده 250 جنيه، لا ده سوق اسيوط. اسيوط دي معناها ان انت انسى، يعني انسى دلوقتي. فكان بدات تحصل بعض الازمات الماليه. في نفس الوقت بقى حصلت حاجه ثانيه، لان دي هتدخلنا على شخصيه من اهم الشخصيات في تاريخ الاهلي، اللي هي حلت جزء كبير من ازمات كانت ممكن توقف تاريخ الاهلي، ان لم يكن مثلا ظهر حد تاني. احنا بنتكلم في امكانيه تعطل الفكره، تعطل في الوقت ده. كان حصل حاجه تانية كمان، كان دايما في نصاب قانوني في اللجنه اللي لازم يكون موجود 5. طيب عبد الخالق ثروت سافر اللجنه العليا للتاسيس، في اللجنه العليا اصلا، تمام. فسافر اشتغل في اسيوط، فلازم حد يجي مكانه. فكان بيبقى في اقتراحات، هنجيب النهارده محمد علي دولار، هنجيب فلان. ففي 1908 حصل ودخل طلعت حرب باشا مكان حد، كان لسه طلعت حرب في الوقت ده ما ظهرش في الصوره، ظهر بعد شهور من فكره التاسيس. اما جه طلعت حرب باشا ودخل وبدات الازمه الماليه، فاقترحوا ان هم يعملوا سلفه 2000 جنيه. ال 2000 جنيه اللي ضمنها كان لازم ضامن في البنك، اللي ضمنها ادريس راغب باشا وعمر سلطان وطلعت باشا حرب. العمليه ما كانتش بقى عشان في عمليه الضمان بس. رغم الضمان ده انك انت برضه محتاجها تسدد ال 2000 جنيه. ففضلت ال 2000 جنيه دي معلقه بتدفع بال 200 وال 300 جنيه يمكن من سنه 1908 لغايه 1918، لدرجه ان طلعت حرب باشا ضمن في البنك تاني من جيبه مبلغ 100 جنيه، وده كان مبلغ كبير في هذا الوقت، تمام، عشان ايقاف زي ما بيقولوا ايه، الدين بيتراكم عليه فوائد، ممكن يبقى في حاجه وهيفك الضامن وهياخد من فلوس الضمان المدفوعه، ودي ازمه تبقى ازمه اكبر. فدفع 100 جنيه تانيه في سنه 1918، وده خطاب الضمان اللي عمله طلعت حرب، وانا جايبه من كتاب الاستاذ حسن المستكاوي ليالي تاريخ في الوطنيه، واخد بالك؟ تمام. فتخيل قيمة محمد طلعت حرب في تاريخ النادي الأهلي، وده لازم نلقى عليه الضوء كويس جدا. وأترك الكلام للسعيد. الحقيقة هو في مرحلة التأسيس كان طلعت حرب باشا كان صديق مقرب جدا من عمر لطفي، وكان بيعتبر عمر لطفي يعني أستاذه فيما هو اقتصاد، لأن هو اللي أقنعه بفكرة أنه يأسس شركة للإقراض المالي لما فشت فكرة البنك، فاختراع له اختراع بحيث أن يعني فكرة التعاونيات بشكل عام عشان مواجهة احتكار البنوك الأجنبية، وعشان تسهيلا على الفلاحين الإقراض بشروط ميسرة وغير الفلاحين. فإحنا هنا قربه من النادي الأهلي وقربه من عمر لطفي، خلي بالك من الحكاية دي. طلعت حرب باشا ده ليه كتاب مهم جدا جدا جدا، صدر 1910. كان حصل ان البريطانيين طلبوا من الحكومه المصريه الموافقه على تمديد عقد قناه السويس 50 سنه. العقد كان ينتهي سنه 1968، فكانوا عايزين يمتد كمان 50 سنه. فالحركه الوطنيه حصل غليان في مصر بسبب الحكايه دي، تمام. سبب الغليان ده ايه؟ ان طلعت حرب عمل كتاب مهم جدا جدا اسمه قناة السويس، وبين في هذا الكتاب بالأرقام والمعلومات والوثائق أن مصر بتنهب، أن الإنجليز والفرنسيين اشتروا أسهم قناة السويس من مصر بملاليم، وثمنها في سنة 1910 كانت آلاف كثيرة جدا. فبين لك إلى أي مدى بيتنهب. فوقف المشروع ده، يعني بعد ما قدموا المشروع الحكومة المصرية وتقدم على تعرض على مجلس النواب،
قامت ثورة عارمة، وقاد هذه الثورة محمد فريد. الحركة الوطنية كلها، كان مصطفى كامل توفى سنة 1908، لكن الوطنيين كلهم وأقلام والكتاب الوطنية والصحف الوطنية وقفت موقف قوي جدا فسحبوا ده. فده قيمة دي يعني دي إحدى الحاجات المهمة. طلعت حرب باشا، إحدى الحاجات المهمة طلعت حرب. لا طلعت حرب بقى هو ده يعني أبو الاقتصاد المصري والمؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري، وهو اللي عمل اكبر قاعده صناعيه. يعني حاول، كان الاقتصاد قايم على القطن بس، على الزراعه وعلى القطن، وكان البريطانيين بيحتكروا القطن كله من خلال البنك، هنتكلم عنه بعد كده. لكن ده عمل حاجه جديده، عمل فتح جديد، عمل يعني مصر مصر تقريبا في مواجب او بالتوازي مع الاقتصاد الاجنبي. هو ده بقى اللي مصر، مصر كانت بتنهب من خلال المؤسسات الاجنبيه. ده عمل اقتصاد موازي ومصري صميم. هتبص تلاقي حط كلمة مصر دي في كل مؤسسة عملها. بنك مصر، مصر التأمين، مصر الطيران، مصر السياحة، مصر استوديو مصر اللي هو صناعة السينما، مصر الغزل والنسيج، مصر التكرير البترول، مصر عد مصر دي حوالي حاجة وعشرين مؤسسة قوية جدا. اتنين، هو كان كمان ما كانش بيقرض بس، لا ده كان بيقدم دراسات جدوى، وكان بيخش شريك عشان يضمن، عشان يعني يوقف المؤسسات دي على رجليها. فده المؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري، ده من الاباء المؤسسين، يعني ده يعتبر من الاباء المؤسسين للنادي الاهلي، والاباء المؤسسين او المؤسس الحقيقي للاقتصاد المصري في وقام بدور وطني كبير عظيم جدا جدا. وده نوع من النضال الوطني المهم جدا. الإصلاحيين دول، يعني الجماعة الإصلاحيين دول بيعملوا مؤسسات وبيأسسوا على الأرض كيانات لا يمكن تتهد. فده طلعت حرب، طلعت حرب للأسف في الآخر، يعني سنة 39 واجه أزمة البنك بتاعه، واجه أزمة لأن كان في أزمة عالمية تقريبا من آثار أزمة 29 اللي في وول ستريت في أمريكا يعني، بس ألقت ظروفها هنا على مصر. وبعدين كان بدايات الحرب العالمية، فبعض المؤسسين بدأوا يسحبوا فلوسهم من البنك بعزم الإنجليز. البريطانيين كانوا بيحاربوا البنك ده عشان البنك ده مهدد ليهم لبنوكهم، ما هو اقتصاد مصري بيبدأ بنك وطني خالص، بنك وطني وبنك وطني خالص، فكانوا حاربوه حرب عشوائي يعني. حتى لدرجة إن هم أوعزلوا الحكومة إن هي تسحب صندوق البريد، يعني كان اموال مدخرات البريد كانت في البنك الاهلي، سحب جامد، فالبنك كان هيقع. طلعت حرب باشا، طلب يعني طلب ان البنك، ان الحكومه المصريه تضمن البنك يعني بموجب حافظه الاوراق الماليه اللي عنده، وكان لازم يتضمن. الحكومه بضغط من الانجليز رفضت الا تحت شرط. يعني كان في الوقت ده للاسف يعني حصل خلاف بين اثنين من يعني بينه وبين حد من الاهلاويه اللي هيجوا بعد كده، اللي هو احمد عبود باشا اختلف معاه. هنا السياسه بقى لما تخش تبوظ الدنيا، يعني باظت العلاقات بينه على الرغم الاثنين اهلاويه تمام، لكن انما السياسه اذا دخل السياسه بالشباك خرجت الصداقه من الباب. فهنا فهنا هنا 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 السياسه اتدخلت في الامر ده، فسحب عبود باشا استثماراته، فالبنك كاد أن ينهار، فلجأ للحكومة، الحكومة رفضت، لكن وزير المالية اشترط عليه شرط، وهو ده اللي كان عايزين الإنجليز البريطانيين، يعني قالوا استقيل من البنك وإحنا نضمن، يعني كان عايز قرض هو من البنك الأهلي المصري. فالمحافظ بتاع البنك الأهلي المصري كان بريطاني، بنك مصر لصالح بنك مصر، عايز قرض من البنك الأهلي المصري، وكان المحافظ بتاعه بريطاني، قالوا لا مش هنديك. الحكومة سحبت، فوزير مالية فرح للحكومة وزير المالية. وزير المالية ده مين؟ بكل أسف يعني وزير المالية ده كان بعد كده رئيس وزارة، حسين سري باشا، ابن اسماعيل سري باشا، ابن اسماعيل سري باشا، والاثنين أهلاوية، ده مؤسسة. قال له شوف، واضح كان عليه ضغوط، قال له هذه هي السياسة، كانت لعبة إنجليز بألف الياء، الإنجليز لعبة سياسية. فأنت عايز البنك بتاع مصر ده يستمر، ينتهي البنك يعني، يا انت يا البنك، اختار، عايز نضمن، قدم استقالتك. فاضطر يقدم استقالته عشان يحافظ على، نسيت اقول لك بقى ان واحد تاني من الاهلاويه حاول يوفق بينه وبين، لان خلي بالك احمد عبود باشا في الوقت ده كان اكبر امبراطور، كان امبراطور في الفتره دي، وبالتالي كان اكبر صاحب استثمارات في مصر، يعني كان واحد من اكبر الاقتصاديين في هذا الزمن، عنده شركات جباره.
فالمهم لما نشب الخلاف واحد تاني من الاهلاويه حاول يحل بينهم، اللي هو طلعت اللي هو محمد طاهر باشا اللي جه رئيس في النادي الاهلي فتره مؤقته سنه 41 ورئيس اللجنه الاولمبيه، وليه قصه كبيره هنحكيها هنيجي وقتها ان شاء الله. عزمه على العشاء عنده في قصر الطهره، القصر بتاعه بتاع امه يعني، وحاول يوفق بينهم يقرب بينهم المسافه عشان بنك ما تهزش، لكنها السياسه. وكما قال وينستون تشرشل اللي هو اعظم سياسي في القرن العشرين ده بعد ما في انجلترا بعد ما قاد بريطانيا للنصر على الحلفاء على المحور في الحرب العالميه واسقط النازيه في الحرب العالميه الثانيه، سقط في الانتخابات، فالملكه اليزابيث حبت تعوضه فبعتت له ندهته استدعته يعني وقالت له احنا قررت يعني ما تزعلش قررت تعيينك عضوا في مجلس اللوردات، فاعتذر بلطف قال لها يعني لن اقبل هذا المنصب لان تعودت ان انزل الانتخابات لان حياتي في الشارع السياسي، حياتي في مجلس العلوم العموم حياتي في الشارع السياسي لازم تعودت، لكن واقع واقوم واقعد حياتي في الشارع السياسي حيث الهواء الفاسد والناس ايضا. هنا السياسه ما بتخش لا بتفسد يعني ممكن تفسد علاقات وكلام من ده، فهي فطلع الهواء الفاسد والناس الفاسده. السياسه افسدت ما بين سعد زغلول ومحمد محمود باشا، هما كانوا رفاق كانوا اصدقاء منفيين مع بعض في فالسياسه ممكن تفسد علاقات قويه جدا من اثنين من اهم رموز النادي الاهلي الحقيقه، اللي هو ده اللي هو طلعت حرب باشا احمد عبود باشا احمد عبود باشا طلعت حرب باشا اللي بنى اكبر اقتصاد يعني بنى صرح اقتصادي في مصر عظيم جدا، عمل زي سنمار يعني حدفوه من فوق هذا الصرح، مات بعديها بسنتين ما استحملش يعني توفى سنه 41 تمام طيب. في نفس السنه اللي توفى فيها امين سامي باشا. طيب بعد طلعت حرب باشا استاذ محمد ميتشل انس طيب يعني بس عايز اقول حاجه سريعا في الملك كده تمام لا حاجه سريعه جدا عشان خاطر ما نقفص على عشان ما يبقى في تصحيح تاريخي بالظبط عشان خاطر في 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 حاجه اشار عليها الاستاذ سعيد واضح ان انا ما انتبهتش ليها، ان في جلسه 13 يونيو 1907 اتخذ حاجتين ورا بعض، بس اتخذت اللجنه العليا قرار بان كان ميتشل انس حط الفلوس كلها اللي بتيجي في البنك المصري، كان في بنك اسمه البنك المصري تمام، هذا البنك كان بنك انجليزي في الاصل منشا في لندن 1857 عشان يدير علاقة الدين المصري والتجارة المصرية بين مصر وانجلترا تجارة القطن، وكان له فرع في مصر يعتبر اسمه البنك المصري ولكنه انجليزي خالص فطلب منهم نقل الفلوس لبنك تاني برضو أجنبي بس فيه شركاء مصريين اللي هو البنك الأهلي المصري، والأهم من ده انه مقره مصر مش مقره انجلترا يعني البنك الأهلي المصري هو موجود حاليا يعني كان عبارة عن شركة بين ثلاثة، واحد بنسبة 50% انجليزي واثنين مصريين، واحد قاعد في القاهره واحد قاعد في اسكندريه، وكان البنك يدار عن طريق الاثنين اللي قاعدين في القاهره، فطلبوا ان لا الفلوس ما تبقاش في البنك المصري اللي هو الانجليزي اللي مقره انجلترا وتبقى في البنك الاهلي المصري رغم انه برضه يعتبر بنك اجنبي ومش بنك مصري خالص، ولكن الفكره انت بتحاول باي شكل من الاشكال تاخد اسهل الطرق واقرب الطرق للمنحى اللي انت مشيت فيه، المنحى الوطني وبناء اكيد تمام. الحاجه الاخيره في الموضوع ده قبل ما نخش على ميتشل انس انا حتى استقال على طول ما عادش وقت طلعت حرب باشا انا قلت دخل 1908 لا هو القصه ان اتعرض عليه على علي بكب الفتوح وعليه انه يجي مكان عبد الخالق ثروت فاتحط في الصوره، دخل علي ابو الفتوح الاول في 1908 وطلعت حرب دخل في مارس 1909، لكن في نفس الوقت هو في 1908 وهو خارج اللجنه العليا ضمن مع ادريس راغب باشا وعمر سلطان ضمنوا النادي الاهلي في القرض اللي اتعمل ب 2000 جنيه، بس تصحيح تاريخي في المنطقه دي عشان ما يتفهمش ان هو ضمن بعد ما دخل، لا هو كان لسه ما دخلش بس كان بقى في الصوره خلاص، وعشان كده لما مشي واحد تاني اللي هو حسين رشدي راح سافر دخل مكانه طلعت حرب في اللجنه العليا في مارس 1909. نخش على السؤال الاخير. طبعا بعد طلعت حرب ما اتكلمنا على طلعت حرب باشا ودول اتنين من ابرز الناس اللي ليها ادوار كبيره في السنتين دول.
دخل عزيز عزت باشا. عزيز عزت باشا كان عضو لجنه عليا، بس عزيز عزت باشا تم اختياره بدلا من ميتشل انس. لسه انا قلت كان عضو لجنه عليا. تمام. في مارس 1908 في 31 مارس ميتشل انس عرض عليه مستقالته لانه انتقل ليعمل في السفاره الامريكيه في واشنطن. اوكي. فتم الموافقه طبعا. وتم في اقتراح ان يبقى اول رئيس شرفي للنادي تكريما لهذا الرجل. وفي نفس الاجتماع اللجنه وهي مجتمعه اختارت بالاجماع عزيز باشا عزت رئيسا للجنه العليا للنادي الاهلي او رئيسا للنادي الاهلي. ودي كان بالتحديد في جلسه 31 مارس 1908. عزيز باشا عزت ده له شخص له بقى تاريخ طويل. واترك المايك للاستاذ سعيد. بس هو عزيز عزت باشا جه على طول بعد ميتشل انس في نفس الجلسه. يعني ميتشل انس قعد قد ايه؟ ميتشل انس قعد من 1924 تمام ل 31 مارس، تقدر تقول سنه الا ايام 23 يوم. سنه الا ايام تقريبا. 24 كام؟ هو تم اختياره رئيسا للجنه بصفه رسميه 24 ابريل 1907. تمام. كنت عايز اسمع بس النهارده في 31 مارس الكامل. 24 ابريل 1907. النهارده في جاره ثاني سنه 31 مارس 1908 8 بالظبط كده. استقال، يعني بمعنى صح لو قعد كمان 23 يوم كان كمل سنه. قعد سنه. كان قعد سنه بالظبط كده. تمام. استاذ سعيد اتفضل. عزيزي عزت بقى ده احنا بنقول الاباء المؤسسين لمصر كان في الوقت ده او النبلاء، ده يعتبر ابو الدبلوماسيه المصريه. الدبلوماسيه. تمام. ده جزء من الاجزاء اللي شرحتها. احنا عندنا ابو الاقتصاد، الاقتصاد والقانون وابو التعاونيات وابو الدستور المصري. ده ابو الدبلوماسيه المصريه. تمام. ده اول سفير مفوض لمصر بعد اكتر من 400 سنه. مصر ليس لها تمثيل زي ما قلنا قبل كده. 400 سنه. ايام الحكم العثماني، الدوله العثمانيه دي ما كانش في ليك تمثيل سياسي بره، اللي كان يمثلك الاتراك وهم اللي كانوا بيعينوا من الاستانه، بيعينوا حاكم مصر وكده، فانت مالكش اي تمثيل بره. يمثلك ده او يمثلك البريطانيين بعد كده، فانت مالكش اي تمثيل. من اهم مميزات تصريح 28 فبراير سنه 1922 اللي هو اللي انجزه عبد الخالق ثروت باشا. تمام. ان مصر واحد رفع الحمايه البريطانيه عن مصر اللي هي فرضت في بدايه الحرب العالميه الاولى سنه 1914، رفع الحمايه البريطانيه عن مصر حصول مصر على استقلال سياسي. استقلال سياسي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دولتك تبقى ممثله، يبقى ليك سفراء في الخارج، تستقبل سفراء انت كمصري كرئيس الحكومه المصريه، يبقى ليك وزاره خارجيه حقيقيه. كان في وزاره خارجيه سوريه بس اللي بيمثلك ما كانوش مصريين. فانت بقى ليك بعثات دبلوماسيه في الخارج، بقى ليك سفراء ممثلين في الخارج، تقدر تعمل اتفاقيات في الخارج، يسافر رئيس الوزراء، يسافر يروح فرنسا، يروح اي بلد يعمل يعقد اتفاقات ويحضر اجتماعات. ده كان ممنوع وده كان من اهم انجازات ده. بعد كده هو قعد 5 سنين في فتره من احرج فترات مصر، من 22 ل 27 سفير مفوض في بريطانيا، لان الفتره دي كان مناكفات ومشادات بين مصر وبريطانيا على يعني تنفيذ تصريح 28 فبراير من 1922 ل 27 وزير خارجيه. في الفتره دي كانت حرجه جدا ليك، كان دايما في وفود من مصر تسافر، السياسيين بيتفاوضوا مع البريطانيين، مع الحكومه البريطانيه فيما هو حقوق مصريه. لكن في وقتها كان ليه علاقه مباشره بالاهلي ولا كان خلاص بقى؟ لا هو طبعا كان ليه علاقه بالاهلي باعتبار ان هو كان يعني اول رئيس النادي الاهلي، فكان اهلاوي يعني. لكن بقول لك على هو الشخص ده سنه 35 قيمته قيمته كاحد الاباء المؤسسين، 35 وزير خارجيه لمصر. فهنا بيعتبروه ابو الدبلوماسيه المصريه. ليه؟ لانه اول سفير مصري مفوض. وبعدين هو كان دراساته وكان يعني كان هو ده اللي اتولد في بقه معلقه ذهب. يعني معظم الباشوات اللي احنا اتكلمنا عليهم خدوا البشويه يعني بعد معاناه متاخر شويه. لكن ده اتولد باشا. ليه؟ ابوه عبد الله باشا كان رئيس المحكمه العسكريه في عصر الخديوي اسماعيل، اسمه عبد الله باشا الحاكم العسكري، او كان رئيس قضاء العسكري. تمام. جده محمود باشا عزت كان
برضه في عصر محمد علي وزير حربيه. فالراجل ده مولود يعني باشا ابن باشا ابن باشا سليل باشوات. هو حتى كان الحكايه دي يبدو كانت مأثرة على في شخصيته، فهو كان يعني يقول لك كان عنده وسوسه شويه لما يجي يسلم على حد فيلتفت كده ويطلع ازازه برفيون ويغسل يعمل ايديه كده وبتاع، يعني الاهلاويه اللي حضروه يعني. لكن ده كان من الشخصيات اللي كان شخصيه مهمه جدا. ده يعني ده اتعلم من واحد من الناس اللي اتعلمه في جامعه كامبريدج. اتعلم ثلاث لغات، فرنسيه وانجليزيه وتركيه. دي طبعا خدمته فيما بعد، وتعلم وخد كورس، خد دبلومه في العلوم السياسيه، لكن اهم من كده هو دخل الكليه الملكيه البريطانيه العسكريه اللي هي كليه سانت هيرست. سانت هيرست دي من سنين طويل من قديم الازل دي الكليه اللي بتصنع الملوك. يعني ايه بتصنع الملوك؟ يعني اللي بيخش فيها بيطلع الطلبه اللي فيها دول ملوك المستقبل. هتلاقي معظم ملوك أوروبية والنبلاء، ومعظم النبلاء وطبقة نبلاء والملوك أوروبا، ملك النمسا، ملك هولندا، ملك مش عارف، لازم يكونوا متخرجين من الكلية دي. عريقة جدا في صناعة الملوك. كانوا بيدرسوا علوم عسكرية وطلعوا ضباط، لكن أهم من كده كانوا بيدرسوا علوم يعني علم الأخلاق، بيدرسوا علم بروتوكول، يعني ازاي يبقى متواضع، ازاي يبقى نبيل، يعني ازاي يبقى كريم، ازاي يبقى هيبقى حاكم بعد ده، هيبقى مالك بعد كده. فيجب ان اشرح مرجعيه عن شخصيه كان رئيس للنادي الاهلي قبل كده. مين هذه الشخصيه؟ فهو كان بيقول لك حتى اللي اتعاملوا معاه، هو توفى، هو اكتر واحد عمر يعني ده تقدر تقول دوب خمس ست رؤساء من النادي الاهلي. ده مواليد 1868، توفى 1961. حضر بقى بعديه يعني حضر جعفر والي كله، وحضر قبليه عبد الخالق ثروت، وحضر بقى وحضر بعديه محمد طاهر باشا، وحضر مر عليه حوالي 6-7 رؤساء في وحضر احمد حسين باشا، وحضر احمد عبود باشا، فحضر كل دول. فربنا اداله عمر يعني توفى عن 92 او 93 سنه سنه 61. لكن فترة رئاسته للأهلي هو تولى المسؤولية 31 مارس 1908 لغاية 1916. هو أنا أستأذن في حاجة بس 8 سنين 1916. هو أنا أستأذن في حاجة فضل. أنا حصل عيني راحت على تاريخ تاني. هو عزيز عزت باشا بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز عزت باشا الاستقالة كانت في 2 أبريل 1908 مش 31 مارس. أنا بعتذر. وفي نفس الجلسة اللي هي في 2 أبريل تم اختيار عزيز عزت بإجماع الأصوات بدلا من ميتشل أنس. يعني ميتشل أنس استقال في 2 أبريل 1908 مش 31 مارس 1908. مش فرقانة كتير يعني. بس عشان حتى لكن 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 المهم في معقولة اللي انت قلتها محمد، المهم ان هو بالاجماع. بالإجماع. ليه بقى؟ لان عارفين ده ابن مين وابن مين، يعني ده جد ابوه مين وجده مين، وبالتالي دي كانت برضه مسألة مهمة. الخلفية اللي عنه شخصية مسألة مهمة عظيمة يعني. فهتبص تلاقي برضه ده ساب يعني ده ساب بصمة في المرحلة الأولى، بصمة أخلاقية يعني. المدة اللي قعدها كمان في التوقيت ده مدة مش صغيرة، 8 سنين. 8 سنين مدة كبيرة. 8 سنين اللي قعدت فيه الناس التانية كانت بتتكلم في سنة أو أقل من سنة. لا صب بصمه من ناحيه ايه؟ انا كنت بكلمك دلوقتي على الكليه الملكيه ازاي بيصنعوا للامراء شخصيه، ازاي تبقى نبيل يعني. يعني سلوك النبلاء والفرسان والشهامه والكلام ده والتواضع، وازاي لو حد يعني حد فيهم حد من اللي درسوا في الكليه دي كان بيحكي لي يعني بيقول لي يعني اتعلمنا ان لو حد بسيط قوي جاب لك هديه قلم زي ده كده لازم تديله اهتمام وتقول له الله دي حاجه جميله جدا، يعني لازم من النبل انك تحسسه بقيمتها. لو انسان بسيط قدم لك هديه، لو بيتكلم معاك انسان بسيط لازم عينك في عينه احتراما ليه. لازم مش عارف يعني في بروتوكولات كده معينه في الاتيكيت، في المورالز يعني في الاثكس يعني في الاخلاق يعني. فده جاي من المدرسه دي. ده يبدو ان هو ده برضه ساب انطباع مهم جدا في الفتره الاولانيه عن حكايه الاخلاق دي. انا هقول لك حاجه، سنه 1912 حصل مشكله بين اثنين لعيبه في النادي. فواحد فيهم زعق، وده موجوده في مجلس اداره، زعق صرخ في وش الثاني. هل تعلم ان ده
اتشطب من النادي لمجرد ان هو زعق جاي في مجلس اداره كده، مش شتم، ما قالش شتم او سب، لا زعق بصوت عالي، صوته عالي. هو بيدرسه في الاكاديميه ان هو ليك ثلاث طبقه صوت معينه ما تعلاش عنها، ما يصحش. مثلا يعني من ضمن التقاليد او الاخلاق او سلوك النبلاء ان الصوت ما يعلاش قوي، في طبقه معينه كده لا يجب ان تعلى مهما كان، لازم تمسك اعصابك وكده هنا. فانا بشوف ده وبشوف القرار ده، بشوف قرار ده قاسي جدا، واحد زعق لواحد في وشه وزي ما جاي في محضر مجلس اداره انه زعق فلان الفلاني كان اسمه لا لعيب كره يعني كان اسمه فؤاد يعني فؤاد، والتاني كان اسمه سليمان، ففؤاد زعق لسليمان وفي على مشهد من الاعضاء وصرخ في وشه، فالمجلس الاداره شكل لجنه، اللجنه العليا اللي برئاسه عزت باشا شكلت لجنه للتحقيق في الموضوع ده من 6 اشخاص. اللجنه دي قررت الاتي، قررت امهاله اللي زعق ده في وش التاني ده، امهاله 3 ايام يسدد فيها باقي المستحقات الماليه اللي عليه بتاعه العضويه ويقدم فيها استقالته. فاذا ما مضت الايام الثلاثه ولم يفعل ذلك يعلن قرار شطبه من عضويه النادي الاهلي. تخيل هنا موقف، الموقف ده ليه دلالات كتيره جدا جدا جدا. انت رئيس النادي بتاعك مين؟ واحد يعني واحد من المحسوب على طبقه الانتليجنسيا يعني او النبلاء او المثقفين، وبعدين باشا ابن باشا. فحكايه تعليه الصوت او الزعيق ده احنا النهارده بنشوف بقى حاجات ثانيه كمان خلاه يطلع قدام الناس مستقيل. حاجه كتكريما ليه هو برضو تكريماً. يعني ما طلعوش مشطوب، برافو عليك. دي بقى مساله دي بروتوكوليه برضو، دي بقى نقف عندها بقى. ده النادي الاهلي يعني ما طلعوش مفضوح يعني قالوا له قدامك 3 ايام يعني قدم فيهم استقالتك حرصا على كرامته، ده عشان زعق، عشان عشان زعق بس حرصا على كبريائه على كرامته يعني. انما بقى لو تمادى بقى فيها وما قدمش، لا هنضطر ان احنا نعلن لو يرفع عليه كمان. ده موقف مبدئي يعني. تمام، فدي من الحاجات المهمه يعني. طيب انا اكتفي بهذا القدر. من الحلقه الجايه هنتكلم عن اسم النادي الاهلي للالعاب الرياضيه، ازاي تم تغييره للرياضه البدنيه، ومن صاحب هذا الاقتراح، وكيف تم الانتهاء من تاسيس النادي الاهلي والافتتاح اللي تم. لا وهنتكلم كمان الحلقه الجايه لازم نخش بقى في الكوره والرياضه ونشأة اول فريق كوره والحاجات المهمه جدا جدا بقى. هنبدا نمشي في الاهلي وتاريخه. الوقت بيجري معاكم بسرعه يا استاذ سعيد. يا استاذ بشكرك، ما بنلحقش نعمل حاجه، ما بنلحقش. استاذ سعيد وهاب انا بشكرك شكرا جزيلا. انا شاكر جدا، شكرا افضلك. الله يخليك. استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك، ودايما زي كل مره لازم اشكر الاستاذ سعيد. على فكره لما بتيجي تتناقش مع الاستاذ سعيد انت بتلاقي نفسك بتخش في 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 طريقه تفكير مختلفه، بتخرج من السطحيه اللي احنا بقالنا سنين. لا انا متعمق، بيشغل دماغنا. انا سعيد جدا بالتعمق، هو بيشغل دماغنا يعني بيخليني احيانا اطلع صياغات انا مش عارف طلعتها ازاي. هو بيعمل لنا ابديت. لا في فعلا فعلا. وبعدين على فكره حاجه غريبه جدا، استاذ سعيد اكتر حد يخليك تقرا لانه دايما بيقرا. هو بيشجعك على القرايه. لا 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 بيقرا كتير وبيخليني. انا بعتبر نفسي غير منه. انا بعتبر نفسي كاتب هاوي وقارئ محترف. أنا سعيد جدا باللقاء معاك وبالمعاني الجميلة اللي بسمعها منك يا أستاذ سعيد بصراحة، وكل الشرح اللي بيتقال من خلالك يا أستاذ محمد، وكل التوفيق لكم يا رب. أشكرك. والحلقة الجاية إن شاء الله نبدأ نخش بقى في التفاصيل المتعلقة بتغيير مسمى النادي الأهلي والانتهاء من التأسيس والافتتاح، ونخش بقى على التفاصيل اللي تمت من خلالها الكورة والرياضة والفن والثقافة اللي كانت في النادي الأهلي منذ سنوات طويلة. نكتفي بهذا القدر، ولكن ما زال للحديث بقية. كتاب التاريخ سيظل مفتوحا لأنه طريق الحياة خلال الفترة القادمة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.